نعم، يدخل الدكتور مع البطيء الإشراف. زي حجي مين؟ نفس إيه؟ طيب ثلاثة هذا الماضي حجي عمل معي نفس العملية. طيب شو طيب طالع لنا برات برنامج قال لي بدك تاخذ كل ايميل الجامعة اتصل فيه نعود تابع شي حد في بيتي لأنه تأخر حجي لأنه هو نحن هن موظفين خلص وصرفوا وراحوا أنا حكينا على روح المسؤول مباشرة أنت مني الله هو مسلم حتى مو مش حاجة مباشرة إذا حجي طالع هذا الخرج حجي الهواء إيه تمام بدل حجي جسمك وين عم يتفجر حجي؟ نعم جسمك وين عم يتفجر؟ لهون ولا لهون؟ لهون لهون أحيانا يعني عم بتوازن تماما طيب حجي آخر مرة هاي الجهة اليسار إيه هاي اليسار حجي راحت أمون برجع جمع تكهد نعم استرجعي مش الله شاب أو بس ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة تسعة عشر يا حبيبي حجي خلي 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 بدي اجيك الجيل قدام شو بس خليه قايمين شو على الله زبطه هلا بدي تمام
شوفوا دخل الزلمه حسن دخل تمام ارفع الصوت عشان اذا ما سمعنا دخل الزلمه تمام يا الله يا الله حجي هلا حط لها تحت بطنك هلا انا بس بدي اعرف حجي شو بتسوي هاي راح تفوت هناك تمام يعني هات له بس شيء واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر الجناب على جنب نزيد هذول نعم على جنب هلا نشرف أربعة خمسة ست سبعة ثمانية تسعة
شباب صبايا مساء الخير، كيف حالكم؟ مساء النور. مساء النور دكتور. مساء النور دكتور، يا هلا. جاهزين نبلش ولا لسه في باقي الناس بده يدخل جوا على المحاضره؟ والله يا دكتور انا برايي ننتظر شوي، لانه المحاضره الماضيه كان تقريبا فوق المية، هلا لساتنا 69 تقريبا. تمام عبد الكريم، مش مشكلة، بصبر لي 5 دقائق، ما في مشكلة. تمام دكتور. طيب خلينا نستغل ال5 دقائق لدينا الجميع يدخل، نبلش إن شاء الله شيء جديد. في حدا عنده أي سؤال أو استفسار
يحكي لي الصوت واضح ولا أجيب المايك ولا شو الوضع عندكم؟ تمام دكتور، تمام الصوت واضح. طيب تمام، اللي عنده أي سؤال أو استفسار فيه يسأل، يعني ما في مشكلة. ما شاء الله فيش أسئلة، شكله الكل فاهم الدنيا صح، لعله خير. طبعا اليوم راح يكون عندنا ان شاء الله موضوع عن المالتيبل سكليروسيس اللي هو بسموه التصلب اللويحي. ايهم لا تخربش، في حدا اسمه ايهم خربش على الشاشه بالغلط شكلها، بس لا تخربش على الشاشه، انتبه على حالك. خلينا نبلش على 6 و7 بالضبط، يعني كمان دقيقتين ثلاث، واللي بيجي ببلش ورانا بيلتحق بالمحاضرة إن شاء الله. في حدا سائل أو كاتب على الشات إنه باركنسون ديزيز ما أخذنا تمارين عملية عنه، هلا في الجانب اللي موجود عندك في الفيزيكال ثيرابي تريتمنت أو الفيزيكال ثيرابي انترفينشن، كل ما يتعلق بالانترفينشن من ناحية فيزيوثيرابي موجود عندك خطوة بخطوة. هلا في شغلة ما بعرف موجودة أو لا، إن شاء الله ما بتكون موجودة عندكم. هلا انت فعليا ما بدك تشوف حدا عماله بيشتغل قدامك مع باركنسون ديزيز او اي نيفر مايند، يعني اذروايز اي شيء ثاني، عشان انت تصير تطلع عليه وتشوف كيف بيشتغل. هذا مش علم بالمره. هلا انت اخذت الباركنسون ديزيز، نشرح لك عنه محاضرتين كبار واعطيناك ملف كامل له وملف ثاني، وخطوات العلاج وما علاج والبروتوكول موجود عندك. فانت فعليا كفيزيوثيرابيست لازم تمسك هذا البروتوكول اللي موجود تطلع عليه وتشوف شو فيه. هلا مش راح يجيبوا لك تمارين عظيمه من سويسرا للباركنسون ديزيز، لا، عندك بكون مكتوب شو لازم انت تستخدم مع الباركنسون ديزيز. في عندك تستخدم البالانس اكسرسايز. هلا انت بالغ عاقل، وفوت على الانترنت وبقرأ عن البالانس اكسرسايز بشكل كامل. لو بدك تيجي تحكي عن الثيرابيوتيك اكسرسايز اللي موجودة بالعلاج الطبيعي، انا مستعد اودي لك 80 ل 90 كتاب عن الثيرابيوتيك اكسرسايز. عشان هيك انت فعليا المفروض تغلب حالك بعد ما تقرأ المادة كاملة تشوف احنا شو بنقدر نستخدم معه. هلا انا ممكن افيدك بشغلة بإحدى المستشفيات اللي موجودة عندنا هون بفلسطين أو بالخليل، مريض باركنسون ديزيز، يصور لك الريهابيليتيشن تاعه والأخصائي يشتغل معاه وبعت لك إياه تشوف. مع العلم إني لا أفضل ذلك،
لكن إذا كان في حالة أو حالتين موجودة نصورها وتشوف كيف الريهابيتيشن، تعلمك بعض الشغلات. هذا للي سأل عن قضية التمارين العملية اللي موجودة عندنا. شباب المادة اللي موجودين عندي على الجروب ببعثها يعني بالعادة، اعملوا، كان اقتراحي تعملوا جروب واتساب لحالكم عشان ما تظلوا مشتتين، ويوصلكم كل شيء. انا ببعث لك اللي بدك اياه، ما عنديش مشكلة. هلا محمد القريع العملي كتير مهم، بس انا اعطيتك عملي ونظري. هلا انا على زوم، يعني ايش بقدر اعمل لك اكثر من اني اعطيك شو تشتغل مع المريض؟ هلا ممكن افيدك بشغلي فقط اللي حكيتها قبل شوي، انه انا على مركز او مستشفى فيها وحدة الريهابيتيشن، اعمل لك فيديو كامل عن الرهاب تاع الباركنسون ديزيز واقدر اساعدك فيه. بس انت فعليا البروتوكول عندك، احنا كفيزيوثيرابيست بنشتغل على بروتوكولز. البروتوكول انا بعت لك اياه بمادة البي دي اف، وكمان بالسلايدات اللي موجود عندك انت كيف تشتغل موجود. فبالتالي عشان مش اضيع كثير من الموضوع، انت بالتالي بدك تبذل مجهود عشان تتعلم. يعني ما في كل شيء تاخده لتمك بسرعه، بدك تروح تبحث وتدور وتشوف تمام عشان تقدر تتعلم. طيب خلينا نخلي الاسئله لاخر المحاضره، خلينا نبلش. بتوقع انه اكثر من هيك مش راح نقدر نصبر، وإن شاء الله خير. راح تكون الأسئلة في آخر نصف ساعة إن شاء الله، زي مثل المرات اللي عدت إن شاء الله، ونبلش فيها. طيب هلا في عندنا مرض كثير مهم جدا اسمه المالتيبل سكليروسيس، وهذا عشان تحط عليه نوتس هلا وتكتب على دفترك أو الورقة اللي معك أو نيفر مايند الإشي اللي عندك، انه المالتيبل سكليروسيس اللي موجود عندنا هذا مرض بصيب الشباب، يعني بصيب الشباب الصغار بالعمر. عشان هيك بدنا ننتبه شوي شوي على الموضوع ونفهم كل الشغلات اللي موجوده فيه. بحددوا بالنسبه للابديميولوجي للمالتيبل سكليروسيس، حددوا عمر المصاب أو المصابين اللي بيصير عندهم مرض الباركنسونز ديزيز من 15 ل 50 سنة، يعني في هاي الرينج اللي موجود عندنا هم المرضى اللي بنصابوا بمرض تصلب اللويحي أو المالتيبل سكليروسيس اللي بنحكي عنه. طبعا عشان تكون عارف إنه هذا بكون غير in children and in adult، اللي فوق يعني بالصغار بالعمر ما بيصير، والكبار اللي عمرهم 50 سنة رير. هلا لما يقول لك كلمة رير نادرا، يعني احتمال الحدوث وارد، بس هو بحكي لك نادر انه يصيب الاطفال، ونادر انه يصيب الادلت اللي عمرهم above 50 years of age. تمام، في معلومة جدا هلا مهمة ملهاش سبب، يعني لو تروح تدور على كل الدنيا راح يقولوا لك unknown cause، فيش لها سبب، انه هذا المرض بيصيب some races. المقصود في ذلك انه الناس السود او البلاك افريكان احنا اللي بنسميهم، اللي عايشين في افريقيا او في القاره الافريقيه اللي موجودين هذول، بكونوا اقل عرضه للاصابه بالباركنسون ديزيز، والناس اللي البيض او الوايتس اللي موجودين بكونوا اصابتهم اعلى من اللي موجودين في القارات السوداء. تمام، في حدا سمعته شغالي ما بعرف مين، فعشان هيك طفي الله يرضى عليك. طيب هون كمان بيحكي لنا الابديميولوجي، من ناحيه الابديميولوجي انه النساء بيتاثروا اكثر من الرجال بنسبه 2 لواحد. كل المناطق اللي موجودة بعيدة عن خط الاستواء، يعني الناس اللي موجودين على خط الاستواء، وزي ما حكينا الناس ذو البشرة البيضاء هم أكثر عرضة للإصابة
بهذا المرض اللي موجود عندنا بيظهر هذا المرض اول اول 15 سنة عشان يعطيك ريسك لهالليفل اللي موجود عندنا. وهنا كاتبين عن الانسيدنس او قديش هذا المرض اللي موجود عندنا مؤثر في العالم، كاتبين عن النورثن خصوصا في اليو اس اي والساوثن في اليو اس اي، قديش من 100,000 تقريبا 100 شخص، وقديش في الساوثن في اليو اس اي. هذول طبعا الاحصائيات هم بيعملوها 30 شخص من 100,000 اللي موجودين عندنا. طبعا عشان نعرف شغله مهمه جدا، في حدا محمد الجعبر تفضل أو الجابري. محمد الجابري محمد الجابري مش منتبه لحاجة. من ناحية باثولوجي بالنسبة للمالتيبل سكليروسيس شو اللي بيصير؟ طبعا في له اسم ثاني هذا المالتيبل سكليروسيس بتسمعوا فيه كثير بتوقع، بيسموه الدي مايلينيتد او الدي مايلينيشن سكليروسيس. دي مايلينيتنج سكليروسيس المقصود فيها الدي مايلينيتد سكليروسيس انه نتيجه الخلل اللي بيصير عندنا في المايلين شيث، هذا المايلين شيث اللي مسؤول عن ارسال الإشارات الكهربائية عشان أعضاءك نفسها تشتغل، هذا بيصير فيه خلل، عشان هيك بيصير فيه عنا اللي هو المالتيبل سكليروسيس. يسموه مسمى دي مايلينيشن المقصود فيها أو دي مايلينيتنج. المايلينيشن يعني ذات الغمد الميليني، أو المايلينيتنج ذات الغمد الميليني. الدي مايلينيتنج معناته فيش غمد ميليني عنا، فبيصير في عنا اللي هو بنسميها احنا المالتيبل سكليروسيس او الدي مايلينيتد ليجنز اللي موجوده عندنا، اللي بتكون منتشره على الوايت ماتر او الماده البيضاء اللي موجوده بالسنترال نيرفس سيستم. تمام، هذه الليجن بالعادي اللي بتصير او اللي احنا بنقول عنها دي مايلينيتد ليجن بتكون سيمتريكال واسيمتريكال. سيمتريكال على التو سايدز والاسيمتريكال بتكون على الوان سايد. هنا في المالتيبل سكليروسيس بتكون سيمتريكالي او احنا بنقول عنها على البوست سايد بالنسبه للميلين شيت اللي موجود. حتى لما تشوف هذا البني ادم بتاع المالتيبل سكليروسيس بالعادي هم اصلا بيعشوش كثير عشان تكونوا عارفين، يعني بتصاوبوا بيعملوا له ريهابيليتيشن، بس بالنهايه المريض محكوم عليه انه جو تو ديث يعني ليد تو ديث، بينتقل للموت. هذا لا يعني انه احنا ما بنشتغل معاهم ريهابيليتيشن او بنضل نستنى هذا المريض انه تيتوفى، لا بالعكس احنا بنشتغل معاهم بشكل عالي جدا وبروفيشنال ريهابيليتيشن. لكن بالنهايه بدك تكون عارف انه انت ما عندك معجزه ولا ايديك سحر عشان يخلي هذا البني ادم عايش موجود عندك، فبدك تكون تشتغل على اوتكمز موجودة عندك وعارف انه نهاية هذا المريض بده يموت، وانت بتحاول تمنع الكومبليكيشن. طبعا انا راح اقول كومبليكيشنز، راح احاول في فترة الفيزيوثيرابي احاول اشتغل لك على موضوع قضية انك تشوف مريض كامل مالتيبل سكليروسيس، وبتوقع انه بالمستشفيات موجود في مراكز التأهيل موجود، ان شاء الله يسمحوا لنا بقضية التصوير داخل المستشفيات، وانتم عارفين شوي صعب الموضوع لكن ان شاء الله خير. شباب مين صالح راشد شو بده؟ السلام عليكم، يعطيك العافية دكتور. هلا، بس في شغلة يا صالح دقيقة، هذا الصغير اللي ماسك لي هالكلام وبشحبر لي على ال... على على الشاشة، هي هبل ولا نقص ولا شو في؟ يعني أنا هلا في ناس بيخربش في نوتس وبيعملها هذا الإشي. هلا هذا التكنيك موجود، أنا بقدر أمنعه إنه ما حدا يكتب ولا حاجة على لا، بس إذا بدي أتعامل مع الواحد إنه ولد صغير وقد أقول له تخربشش وعمره 5 سنين مشكلة. والله ما بعرف، أتمنى هالإشي هذا ما يتكرر. تفضل يا حبيبي. تمام دكتور، قبل شوي ذكرت سيمتريك واسيمتريك في موضوع دي مانيليتد او اللي ما عرفت موضوع الليجن
دائما seems to be symmetrical في من ناحية pathology في multiple sclerosis معروفة يعني. يعني أنت لما شايف اللي بسموها البلاكوز هذولا أو بسموها demyelinated legions قاع السوداي بيقولوا عنها البلاكس هاي بتنشر حوالين الوايت ماتر في السنترال نيرفس سيستم تمام. فبصير في عنا إشي بسموه demyelinated legions. بالعادي هذه الليجنز اللي بنحكي عنها إحنا هذه بتكون سيمتريكال. عشان تكون عارف إنه كمان هاي الديمايلينيتد ليجنز اللي موجودة تنشر على عدة أريا موجودة بتكون حوالين البنتريكولار أريا اللي موجودة في المخ أو السيريبرم السيريبرم بنسميه أو بسموه السيريبالر بيدنكلز وفي عمق الدماغ تحت وفي كمان مجرى اللي هو الخلفي للسباينال كورد بسموه الدورسال سباينال كورد. هلا هو المرض هذا بروجريسيف تمام ما بوقف اوكي. فالليجن في دائما بتكون سيمتريكال تمام. هذا الشيء صالح بدك تكون فاهمه اوريدي خليها للاخر بس نخلص. هو انا فاهمه يا دكتور بس المقصد انه اذا ما حصلت سيمتريكال هون ما بنقدر نشخص يعني المرض على انه مالتي سكليروزس. اي تمام تمام كل احترام هذا بسموه ديفرنشال دياجنوستس. هو بس سؤال فقط كان يعني لانه انا صراحه ما كنت اعرف هذه المعلومه تمام. هلا في عندنا شيء بسموه ديفرنشال دياجنوستس. ليش بيعطوا تعين الفيزيوثيرابي ماده اسمها ديفرنشال دياجنوستس؟ لان انا عندي بالجامعه في بالبكالوريوس ماده اسمها وبالماستر ماده اسمها ديفرنشال دياجنوستس. لانه انت هلا مثلا احنا شرحنا الباركنسون صح، شرحنا المولتيبل سكليروسز راح نشرحه ونخلصه، راح نفوت على شيء نسميه جيليان باري، وراح نفوت على شيء بسموه الاميوتروفيك لاترال سكليروسيس. هلا انت اذا بتدرسش اول باول صدقا يعني اسف على هذا التعبير يعني مش شرط صالح انا بحكي عن الكل، راح تفوت بالحيط لانه انت فعليا الامراض اللي موجوده عندك شوي قريبه والديفرنشال دياجنوستس عندك بكون شوي ضعيف، فبالتالي بتحس حالك انه انت فعليا مش دارس او فمش مستفيد من الاشي. عشان هيك اي مادة انت بتاخدها بدك تدرسها، بدك تحاول تطلع على الفايلز تاعها، بدك تحاول تطلع كمان بشكل كامل على قضية العمل اللي موجود. يعني يا حبذا انا اكون قدامكم بمحاضرة واشتغل معك عملي، والله احبذا، بس الفرص غير متاحة لهي الامور، فبدك تحاول انت قدر الامكان يمشي حالك بهاي الطريقة، دير بالك على حالك. شكرا يا صاحبي، شكرا حبيبي. الباثولوجي اللي موجودة عندنا بتصير فعليا إذا أنتوا بتعرفوا الخلية من إيش بتتكون، بتتكون من إشي بيسموه الأكسون اللي هو المحور، والسيل بادي اللي هو الخلية الجسمية، وإشي بيسموه الدينترايتس. الدينترايتس اللي هي الزوائد الشجرية اللي بتظهر على لما تطلع على الخلية أنت بتلاقيها المحور موجود، بتلاقي هالشعيبات دولة والتشجرات بيسموها الدينترايتس، وبتلاقي السيل بادي اللي هو جسم الخليه نفسه. هنا من ناحيه باثولوجي في المالتيبل سكليروسيس ما في يكون عندنا تاثير على الاكسونز، يعني ما في اي تاثير على الاكسون اللي موجود عندنا تمام. لكن لما يصير في عندنا عمليه الديمايلينيشن بتلاقي انه النيورال ترانسميشنز اللي موجود عندنا هون ما بتحقق بشكل كبير، والسبب في ذلك انه الانجري اللي صارت في الميلين شيت عطلت هالسيجنال اللي موجود عندنا، فبالتالي صار في عندنا شيء بسموه المالتيبل سكليروسيس ديو تو ديمايلينيتينج او ديمايلينيشن اللي هي الليجن اللي عندنا احنا بنشوفها تمام. هلا بشكل عام هون عشان انت تفهم من ناحيه باثولوجي وتختصر على حالك عشان ما تتوترش بالمعلومات اللي موجوده، فعليا بدك تفهم انه الغمد الميليني اللي موجود عندنا اللي مسؤول عن نقل الاشارات، او خلينا نحكي المسؤول عن النيورال سيجنال ترانسميشن اللي موجوده عندك في جسمك في دماغك، هذا بيصير فيه خلل، فبالتالي بيصير في عندنا مشكله في قضيه السيطره على اللي هو الانتقال الاشارات العصبيه اللي موجوده عندنا.
عمالي بحاول بالعربي قدر الامكان اني افيدك، بس ايش يعني مرات ما بقدر اعبر بالعربي، بس بدي احاول افيدك قدر الامكان باللغه العربيه ان شاء الله المعلومه تكون واصله لك. طيب شو الاسباب اللي موجوده عندنا؟ بصراحه معظم الامراض العصبيه اللي موجوده عندنا دائما بقولوا عنها ايدوباثيك. السبب الرئيسي في اطلاق كلمه الايدوباثيك او الانون كوز على هاي الامراض انه فعليا ما بيكون في سبب رئيسي لحدوث هذا المرض، او لحتى الان ما بكون مواصلين لمرحله يحددوا شو المين كوز او شو الميجر كوز لحدوث هذا المرض. فهنا دائما بقول لك في بعض النظريات اللي موجوده عندنا تكيكا، بس خليني عشان افهم هالخط الاحمر اللي موجود قدامكم. اوكي، ففي بعض النظريات اللي موجوده عندنا بيحكوا عنها زي الاوتو اميوني ديزيز او الفايرال انفكشن او الفايرال انفايرومنتال فاكتورز اللي موجوده عندنا، ممكن اللي هي بتاثر على الجهاز المناعي اللي موجود عندنا، فبالتالي ممكن احد الاسباب يكون لقضيه حدوث المالتيبل سكليروسيز اللي هو الفايرال انفكشن. يصير عندك فايرال فيروس، تمام، هذا الفيروس يعمل لك انفكشن وتصير هاي القصه، او يصير اللي هو هذا المرض اللي موجود عندنا، او اوتو اميون ديزيز. بالعاده بتكون كمان الاميون سيستم عندنا صار في عمليه الفيلر او الاتاك له الهجوم، يعني صار عليه هجوم بطل قادر على انه يشتغل منيح. يا دكتور عزام سمحت، بس في شخص فاتح المايك يعني عم يشوش. ما هذا محمد الجابري، شفته هلا سكرته. يا عبد الكريم الشباب كلها كبار، يعني انا بديش اقعد اقول له اقعد واسكت، ما بعرف، مش حلو بالمره لا بحكي ولا بحكي صراحه. يعني هلا انا اي حدا بفتح المايك بسكره داير، يعني ما بخليه. هلا انتبهت له فسكرته، وما يعني بدناش احنا ان بعض الظن ممكن فتحه وسهي ما كده ما انتبهلوش. تمام، المهم بدك تفهم شغله سريعه جدا انه الاوتو اميون ديزيز ممكن تكون مسؤوله عن مالتيبل سكليروسيس. الاوتو اميون ديزيز يعني انه الجهاز المناعي عندك هنا اللي موجود عندك يصير في عندنا مشكله، تمام، ياثر على كل الانسجه العصبيه اللي عندك، وبالتالي يصير عندك المالتيبل سكليروسيس اللي موجود عندنا، ويصير عندنا الدي مايلينيشن اللي جي. هذا واحد. الفيرال انفكشن ممكن يصير في عندنا فيرال انفكشن، نتيجه الفيرال انفكشن يصير عندنا تاثير برضو على هذا النيورال تيشو او الغمد الميلين اللي موجود عندنا، فبالتالي ترتفع نسبه الحدوث اللي هو المالتيبل سكليروسيس اللي عندنا. السبب الثالث ممكن يكون انفايرمنتال فاكتورز اللي ترفع من فرصه انه يصير في عندنا مشكله في الاوتو اميون ريسبونس اللي موجوده عندك في جسمك، فبالتالي يصير مالتيبل سكليروسيس عند هذا المريض اللي موجود عندنا. تمام، في بعض الحالات اللي موجوده عندنا انه تيجي تقول له كيف احنا، يعني هلا راشد اعتقد علق على قضيه الديفرنشال دياجنوسيس. هلا في شغلات انت معينه ممكن تنتبه لها لهذا المريض. هذا المريض اصلا عشان تكون عارف انه مالتيبل سكليروسيس او انه دي مايلينيتنج سكليروسيس اوريدي، هذا الاعراض عنده بسرعه الريح تزداد. يعني دائما بقوله symptoms may develop quickly within hours or slowly over several days or weeks. يعني الأعراض اللي موجودة عنده ممكن بشكل سريع خلال ساعات تحدث وتزداد، والأعراض تظهر عنده بشكل كبير، وممكن تكون شوي شوي تأخذه لعدة أيام أو أسابيع اللي موجودة. وبالعادي بيحكوا إنه الأعراض هنا في المالتيبل سكليروسيس بيصير لها عملية بريجريسيف أو تطور من 6 إلى 15 ساعة. تمام، اللي موجودين بشكل كبير او كمعلومه موجوده عندنا. هلا هنا هذا البيشنت يعني كديفرنشال دياجنوسيس ممكن تاخذ هذا الكلينيكال ساينز اللي موجود عندنا عوضا على انه فانكشناليتي وديفيسيت و الى اخره،
كل هذا ممكن تشوفه. بس راشد علق على نقطة مهمة جدا، انه احنا فعليا لازم نكون قادرين على انه نعمل دياجنوسيس بشكل كبير. هلا عشان انا افيدك، اوكي الفيزيوثيرابيست يستطيع ان يشخص، يعني بيقدر يشخص في حال انه شاف حالة الدكتور مش شايفها، لكن من نهاية القرار الاخير اللي بيمتلكه اللي هو الهوسبيتال المستشفى او الميديكال تيمز او يعني او الاطقم الطبية اللي موجودة بالمستشفى. لكن انت كفيزيوثيرابيست المفروض تعرف هاي النقطة المهمة جدا، انه عشان انت تعرف انه هذا مالتيبل سكليروسيس، الاعراض اللي موجودة عنده ممكن ان تأخذ عشان تصير بروجريسيف من 6 ل 15 ساعة، يعني quickly within hours، او بياخذ له عدة ايام لاسبوع عشان يصير في عنده في الاشياء اللي موجودة already. لما يصير الانجري في الميلين شيت طبيعي من ناحية كلينيكالية ومن ناحية وظيفية ومن ناحية أناتومية تشريحية، راح يكون الوضع مختلف جدا. تتخيل بني آدم عندك ما عنده النيورال ترانسميشن، يعني في عنده تيشوز الأنسجة بتاعت الأعصاب اللي موجودة عندنا فيها تلف، أو خلينا نحكي فيها انتربشن، تأكد تماما إنه الوضع راح يكون غير محمود وسيء. الكومون ساين والسيبتومز اللي ممكن تشوفها على هذا البيشن، أهم كومون عندك وإحنا كثير من نحكي عنه كثير نسميه الموتور سيبتومز. طبعا أنتوا أكيد بتعرفوا في عنا الليجنز اللي موجودة عنا بشكل عام في الأبر موتور نيورون واللور موتور نيورون، في بعض الساين والسيبتومز اللي موجودة أنت بتحددها على أبر على إنه صار في السنترال أبر موتور نيورون، يعني مركزية الإصابة، ولور موتور نيورون يعني إصابة مش مركزية بتكون طرفية قريبة. أوكي، فعندنا هون الموتور سيبتومز اللي بتظهر على الشاشة اللي الشاشة قدامك اللي هو الويكنس اللي موجود عندنا. هلا في بعض الشباب بيبعتوا على الشات لن أرد ولا على أي سؤال، لأنه أنا فعليا خيلك انتبه علي، أكتب نوتس على ورقة خارجية، آخر نصف ساعة راح أعطيك مجال تسأل. فعالشات لو بتكتب كل الدنيا ما راح أرد عليك، المعلومة بس فقط لغي. الويكنس اللي موجود عندنا أو إحنا بنسميه التوتال باراليسيز اللي بيصير للأطراف، ليش؟ لأنه القشرة الدماغية عندك بيصير لها دمج، ومش بس القشرة الدماغية. لما احنا فعليا نحكي ويكنس او نحكي عن الموتور سيبتومز او نحكي ابر ولور، هنا عزيزي البيراميدال تراكتس، البيراميدال تراكتس يعني الابر موتور نيورون اللي موجود، الاكسترا بيراميدال بتكون خارج البيراميدال، يعني بتكون على ساينوس سيبتومز تاعت اللور موتور نيورون ليجن. فهون الدمج، ليش الويكنس بيصير عند مريض المالتيبل سكليروسيس؟ تتخيل الكورتكس بصير لها دمج، تخيل بيراميدال تراكتس بصير لها دمج، تمام؟ ففعليا ببطل في عنا اي شيء، هون ما في اي اكتيفيتي، فبنقول عن الريجن اللي موجود ان اكتف، وبالتالي بصير في عنا ديسيوز اتروفي، ونوصف انه هذا المريض كساينو سيبتومز يعاني من الموتور سيبتوم، وخصوصا اللي هي الويكنس اللي موجوده عنده بشكل او باخر. بعدين الساين الثاني والاهم اللي هي السباستيسيتي. لما تيجي انت بدك تعرف الاسباستيسيتي، على فكرة مصطلح الاسباستيسيتي لا يوجد له مصطلح باللغة العربية مطلقا، ولا اعرف ماذا يعرفه. الاسباستيسيتي هي عبارة عن impairment بتصير في نتيجة injury في الابر موتور النيورون اللي موجود عندك. العصبونات الحركية العلوية المركزية هي اللي بصير لها ليجي، أو بصير فيها interruption زي ما بدك تسميها، وكلمة ليجن هي أضاق، عشان هيك بتعطيك إشي اسمه spasticity. في ناس بالعرب بيجي بقول لك الشد، التشنج، ال 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 ال، عشان أعطيك إياها ببساطة، ما في مصطلح باللغة العربية مرادف للspasticity، وتعريفها هي impairment تحدث أو that occurs when أو due to what، اللي هي upper motor neuron lesion. ومريض مريض المالتيبل سكليروسيس بصير في عنده الاسباستيسيتي اللي موجودة عندنا،
وبنقدر نحددها عن طريق Modified Ashur Scale اللي احنا فعليا هو المقياس الانترناشنال اللي بنستخدمه عشان نحدد قديش هذا البني آدم عنده الاسباستيسيتي، او بنعتمد على مستوى الشكل للاسباستيسيتي اللي احنا اطلقنا عليه الكلاسب نايف في المحاضرات اللي عدت. الشيء الثاني اللي ممكن انت تخيل، انت لما يصير في عندك انجري في البيراميدال تراكتس بدك تتوقع انه في سباستيسيتي، بدك تتوقع انه الريفلكس بده يصير في عندنا هايبر ريفلكسيا، وبيسموها انه الاكسجريشن في الريفلكس. الريفلكس بصير مش طبيعي وتاخذ منحنى اكثر من اللازم، يعني ردة الفعل اللي احنا بنحكي عنها باللغة العربية بتكون مش طبيعية بالمرة وبتاخذ حيز اكبر. الاشي الثاني اللي احنا بنقول عنه الجلونس، تمام، او البابنسكي سايت، هذول تستات اشارات موجودة راح نحكي عنها بالعمل كيف احنا بنفحص البابنسكي ساين. الطريقة اللي بنستخدمها يا بتستخدم لك قطعة حديدية زي المفتاح، تمشي على اللاترال اسبيكت كالفوت وبتشوف صار فانينج في هالفينجرز ولا ما صار. هذا اوريدي انا فعليا راح احكي لك اياه بالعمل كيف احنا بنحدده كسنسوري اكزامينيشن او موتور اكزامينيشن موجود عندنا. لكن الاشي اللي بدك تكون عارفه انه كل هاي الليجن اللي موجودة عندك بتكون نتيجة الليجن او الانجري في البيراميدال تراكتس اللي احنا حكينا عنها قبل شوي. طبعا عشان تكون عارف، يعني ممكن مريض مالتيبل سكليروسيس يكون عنده الجلوناس نيجاتيف، تمام، او البابنسكي ساين يكون عنده نيجاتيف، تمام، مش بوزيتيف. اوكي، عشان هيك من مريض لمريض بتختلف الامور والتشخيص بيختلف. ممكن بابنسكي ساين يكون موجود، يعني يكون عنده موجود، يعني ايش موجود، يعني مريض ما عنده خلل فيه، تمام. لكن اذا كان بوزيتيف يعني معناته المريض هذا بعاني من خلل في البابنسكي ساين اللي احنا بنحكي عنها او بنفحصها عشان نشوف البيك توي والبينكرز بصير له فانينج ولا لا. فعشان هيك بدك تنتبه لهاي الامور. هنا كمان مصيبه بتصير رهيبه جدا وهي بتكثر لك الاعراض بشكل رهيب جدا عند المالتيبل سكليروسيس. عشان هيك قالوا انه هذا المريض خلال within hours بصير في عنده quickly او quick progressive. في شغلات كثيرة يا جماعة الخير، منطقة السريبالر أو السريبالم اللي موجودة عندنا لما يصير فيها إنجري تكثر الأعراض اللي موجودة عندنا بشكل أو بآخر. عشان هيك بدك تنتبه أنت لهذا الموضوع. المريض بتاع المالتيبل سكليروسيس، إذا انتبهنا بالمحاضرة اللي مضت حكينا عن مريض الباركنسون ريست تريمر، وخلاص كنا هذا يصنف عشان نعمل ديفرنشال دياجنوسيس أثناء هو قاعد هذا المريض عنده ريست تريمر، تمام. لكن مريض المالتيبل سكليروسيس نتيجة حدوث الليجن في البيراميدال تراك ممكن يصير في عنده كمان سريبالر سيبتومز، منهن الانتينشن تريمرز احنا بنسميه، والاتاكسيا. المعروف بالاتاكسيا انها انكوردينيت موفمنت، تمام. يعني ممكن تيجي تقول لك شو تعريف الاتاكسيا كاتاكسيا، انه الحركه العشوائيه بتصير عند هذا البيشن. والحركه العشوائيه لما تصير في عندنا معناته احنا عندنا منطقه السريبالم اللي هو المخيخ اللي موجود عندنا اللي مسؤول عن الكوردينيشن بيكون في خلل رهيب جدا، فصار عندنا الاتاكسيا. وبالغالب مريض المالتيبل سكليروسيس بعاني من الاتاكسيا او اللي هي بسموها الانكوردينيتد موفمنت، تمام. ممكن تكون في اي سيجمنت موجود في جسمه عشان تكون عارف الاتاكسيا متاحه يعني في مريض المالتيبل سكليروسيس. الشيء الثاني اللي ممكن احنا نحكي عنه اللي بنسميه الديسمتريا، هذا البني ادم او مريض المالتيبل سكليروسيس ما بيكون عنده انه قدره انه يحرك ايده على مسافه معينه، تمام، يعني مسافه معينه يحرك ايده ما بيقدر يقوله عنها. فبيحكوا عنها باللغه الانجليزيه انها عباره عن impaired ability to move the intended distance or range of movement. يعني هون بالعادي كانه قاعد بيحكي لك انه هذا البني ادم بيكون في عنده destruction او عنده limitation في range of motion نتيجه حدوث الديسمتريا، ما بيقيسش المسافات اللي موجوده يعني. والشيء الثالث اللي هي الالترنيتيف، تفضل مين معي؟
معك قاسم. قاسم شو رأيك تتعلم شغلة، تجيب دفترك وتحط نوتس؟ والله على راسي والله أجاوبك. اسمع، أعتذر جدا، مو سؤال أنا، بس كمصطلح بالعربي اسمه عسر القياس. قاسم أعطيك نصيحة لوجه الله ولا ما أعطيكش؟ لا أنا فهم، أنا عرفان نصيحتك، بس أنا عفوا أنا أتكلم مشان أنا فهمان عليك تماما وشو قصدت فيه. بس نحن هون بالعربي يكونوا في قسم كبير منا دارس بالعربي بتعرف عليها اسمها عصر القياس، هيك أتوقع يعني. فقط أنا أسأل يعني العصر القياس لا مش مشكلة قاسم، عادي يا حبيبي على راس. العصر القياس ولا الامبيردابل تو موف ذا انتندنج ديستانس أعتقد نفس المعنى. هلا أنا لو ضلك تقول لي للصبح عصر القياس تحكي معي للصبح ما فهمهاش صراحة. طيب أعتذر مرة ثانية حكيم. لا حبيبي ولا عبال، ما في داعي تعتذر أصلا. تمام خلينا نكمل. في عنا ديسيديابي كاينيزيا اللي موجودة في قضيه الالترناتيف موفمنت، انه هذا البني ادم ما بيقدر مثلا تخليه مثلا يمسك ايديه الانتين اوكي كله على الكوادرسيبس اللي موجوده عندك، اللي سمعته فاتح يسكرها انعام اعتقد او ما بعرف شو اسمه. اوكي انا اضطريت اسكرها اسف. شوفوا الالترناتيف او ديستياج كاينيزيا اللي بيحكوا عنها انه البني ادم هذا ما عنده قدره انه يعمل اي حركه سريعه. مثلا تيجي تقول له الفيديو فاتح، انا مبين بالفيديو ولا ما بتشوفوني انتم؟ لا مسكر ما انا عارف انا فتحته بس شكله عندي مشكله بالجهاز ما بعرف خلص بحلها لاحقا. هلا انت فعليا عندك لو انك قاعد في الشورت سيتنج صح، في عندك تو لمبس، في الكوادرسيبس على الرايت سايد والكوادرسيبس على الليفت سايد، وعندك اعتقد في الابر اكستريميتي في عندك تو هاندز اللي موجوده. تيجي بدك تفحص الديسيدياجو كاينيزيا وبسموها الرابيد الترنيتنج موفمنت، انت فعليا وعندك التشست تخليه مثلا يحرك على الكوادرسيبس ايديه الثنتين ويرفع على صدره كمان الحركه، يعني يضرب ضربتين تحت على الكوادرسيبس وعلى صدره بايديه الثنتين وعاود يرجع الحركه تحت. هلا هذا المريض لما يجي يعملها، ممكن انا ما اعطيكم اياها فيديو مش مشكله بتشوفوها، هذا المريض بيعاني، مريض المالتيبل سكليروسيس ما بيقدر يعمل هيك قصه، او ما بيقدر يعمل اللي هي البيرفورمينج رابيد الترنيتنج موفمنت بالمره، بسموها ديسيدياجو كاينيزيا، ما بيقدر يشتغل عليها. ليش؟ لانه بحاجه لكوردينيشن عالي اوريدي. لما يكون عندك السيريبالم نفسه صاير في مشكله، ففعليا بكون في عندك ليك في الكوردينيشن، فما بيقدر يعمل شيء. النستيجماس اي لما تيجي تطلع على عيونه بتلاقي في شيء بسموه جيركي موفمنت او جيرك موفمنت، الحركه العشوائيه بالعين، فبقولوا عنها نستيجماس. تمام، جيركي موفمنت حركه عشوائيه بالاي، من احد الاعراض اللي لها علاقه بالسيريبلر سيستم سيبتومز اللي موجوده في مريض المالتيبل سكليروسيس اللي عندنا. البيزل جانجليا حدث بلا حرج. طيب حدا بدي يقول لي شو الوظيفه، او مش حدا، انا بدي اختار حدا من دون حدا ما يقول لي، بدي اختار مين؟ اختار مين؟ اختار خليني اختار قاسم. قاسم وين؟ يرجع معي. تفضل الحكيم. قاسم البيزل جانجليا والعقدة العصبية شو بتعرف عنها من ناحية وظيفية؟ هذا واحد. الاشي الثاني، البيزل جانجليا اذا صار فيها انجري شو الاعراض اللي ممكن تظهر عندنا وتشوفها انت على المريض؟ العقد العصبية هي صلة الربط بين المحاور، في عندي عقد عصبية صحيح. تمام، فاذا صار في عندي انا خلل بالعقده العصبيه فانا الامر العصبي ما راح ينتقل بشكل صحيح. ممتاز. يعني بالانجليزي خلينا نحكيها، البيزل جانجليا مسؤوله عن عمليه الانيشيشن اند تيرمينيشن للموفمنت، بدايه الحركه ونهايه الحركه. في حال انه كانت البيزل جانجليا صاير فيها انجري
ببطل في عنا matching between the initiation movement والtermination movement، فبالتالي بصير في عنا ليك للcoordination اللي عنا. هلا لما في ناس كتير جماعة الخير بيعرفوا coordination أو التناسق باللغة العربية، في ناس كثير من الأخصائية بيعرفوا إنه simple movement إنه كان حركة بسيطة، هذا التعريف خاطئ. إذا بدك تكتب أكتب هلا coordination هو عبارة عن بالإنجليزي matching، وراح أحكيها بالعربي matching between intended movement and actual movement. يعني أنت لما تيجي تأخذ كوباية شاي أو كاسة شاي عن الطاولة، أنت فعلياً بتفكر بالموضوع قبل ما تعمله، فتفكيرك هذا intended بيكون. الاكتوال موفمنت انك حملانك له رفعه على تمك، تمام. الترابط ما بين الانتندنج موفمنت والاكتوال موفمنت هو تعريف الكوردينيشن، اوكي. بغض النظر تاخذ كاسه مي او تمشط او تلبس اواعيك او الى اخره، كله هذا كوردينيشن. اذا صار في عندنا الانجري خصوصا في مريض المالتيبل سكليروسيس، في بعض الاعراض البيزل جانجليا سيبتومز بتظهر بس مش شائعة، يعني ما حدا بيحكي عنها إنها commonly في المالتيبل سكليروسيس أو common في المالتيبل سكليروسيس، مثل الأعراض اللي ممكن تشوفها مع مريض الباركنسون ديزيز نتيجة الإنجري في البيزل جانجليا، إشي بيسموه resting tremor أو dyskinesia، وهذا أخذناه وين يا جماعة الخير؟ في الباركنسون ديزيز، لما قلنا لكم يمتاز هذا المريض بمريض الباركنسون يمتاز او مش يمتاز، هي شيء نيجاتيف مش بوزيتيف، انه عنده ريست تريمر. يعني عشان تعرف هذا المريض باركنسون ولا مش باركنسون، عنده سلونس اوف موف او السلو للموفمنت تاعته. ممكن تظهر هذه الاشياء في مريض المالتيبل سكليروسيس، بس عشان تكون عارف ومتاكد انها نوت كومون، هم قاعدين بيحكوا لك ميبي ابير أو ممكن ما تظهرش عند المريض. في عنا كمان إشي بيسموه ديستونيا، المصل تون عنا يكون فيها نغمة العضلة زي ما بيحكوها باللغة العربية، يكون في عنا فيها مشكلة لما تكون مصل تون، وديس معناها باد، تونيا التون يعني فعليا اللي هي نغمة العضلة أو التون تاعت المصل. لما يحكي لك ديستونيا ويقول لك ممكن تكون لوكالي أو جنرالايزد، تظهر على مريض المالتيبل سكليروسيس نتيجة البيزل جانجليا سيبتومز، هنا بحددوها حسب الكيس أو حسب الكلينيكال دياجنوسيس اللي بيصير. الإشي الثاني اللي ممكن يصير عند هذا البيشنت الكوريا، أو إشي بيسموه كمان الهيميباليسماس، هدول انفولنتري موفمنت بتصير، يعني بتأثر الجهاز العصبي عندك بيتأثر، فبالتالي بيصير في عندك حركات لا إرادية نتيجة الإنجري في البيزل جانجليا سيبتومز، فممكن تظهر هاي الأعراض اللي موجودة. وبعيد وبكرر البيزل جانجليا سيبتومز وبالبنط العريض not common in multiple sclerosis. في حدا ببعت إشي مش عارف على الشات؟ أوكي ماشي، هذا بيساعدني بالشرح. طيب الفتيك اللي موجود عندنا، تعريف الفتيك اللي هو الإعياء، inability للمصل to perform action أو function. already هذا المريض بيصير عاني من basal ganglia symptoms مش كومون اللي صحيح، motor symptoms موجود عنده، بيصير عنده atrophy كمان هذا المريض، وبالإضافة لشغلات تانية بيفقد الانيرجي عنده، ما بيقدر يعمل الاكسرسايز بشكل كبير، فبصير في عنا احنا بنسميه permanent أو persistent fatigue. يعني الفتيك واضح وصريح في مريض المالتيبل سكليروسيس، يعني احد الاشياء اللي احنا بنحكي عنها من ناحيه كلينيكال ساينز، هي بيج كلينيك ساين لمريض الباركنسون ديزيز. الفتيك عنده دائما بيكون موجود، تمام. ليش بصير الفتيك؟ انت تخيل واحد ما عنده غمد ميليني وما عنده نيورال ترانسميشن وما عنده نيورال تيشو شغالي، شو بتتوقع منه؟ اذا موتور سيبتومز وصار عنده ماسل ويكنس، واذا صار عنده الديمايلينيشن،
وبصير في عنده ديبريشن، بصير في عنده الهايبرثيرمي يعني ارتفاع درجات الحرارة. عشان هيك دائما تاع مريض المالتيبل سكليروسيس لازم انت تشتغل في غرفة تكون حرارتها طبيعية جدا، لأنه ممكن ارتفاع درجة الحرارة يزيد من الفتيك على هذا البيشنت ويؤثر على مريض المالتيبل سكليروسيس بشكل كبير. الجيت ديستربيانس أو الانتربشن بالجيت أحد الساين والسيبتومز اللي ممكن انت تشوفها. بالإضافة احنا كنا موتور سيبتومز، لازم نحكي كمان عن السنسور سيبتومز اللي بتأثر على مريض المالتيبل سكليروسيس وبتظهر زي إشي بيسموه جي بي أس. شو الجي بي أس هذا؟ جوينت بوزيشن، أو بين قوسين إشي بيسموه البروبريوسيبشن، المستقبلات الحسية العميقة. يعني أنت فعليا لما تيجي تفحص الإحساس الديب سنسيشن عند هذا البيشن بتقول له عزيزي بالله غمض عيونك، تمسك مثلا جذعه أو الإيد إيده مثلا أو اللور الأبر إكستريميتي اللي عنده جهة الرايت وتحطها على راسه وتخليه وهو مغمض عينيه تسأله سؤال وين إيدك اليمين؟ إذا قال لك على راسي بيكون فيش عنده مشكلة في الديب سنسيشن، إذا قال لك بعرفش خلص. حتى في شغلة بيعملوها لمريض المالتيبل سكليروسيس أو بشكل عام تعني نيورولوجيكال ديس أوردر، في إشي بيسموه شان ستيمولاس. في حدا سامع بالشام ستيمولاس؟ في حدا سامع فيه؟ ما حدا سامع فيه. شوف هلا قبل شوي حكيت أنا إنه أنا كيف بدي أفحص الجوينت بوزيشن، أوكي؟ للبيشنت هذا، أنا بخليه موجود، بخليه غمض عينيه، بحط إيده على راسه، بسأله هو مغمض عينيه وين إيدك، تمام؟ وبعود أرجعها محلها. الشام ستيمولاس إنك أنت تضحك عليه، لا تحط إيده اليمين ولا إيده الشمال على راسه، ولا تعمل أي أكشن. وتسأله وين إيدك، طبعاً ما بتعملها أول مرة، بتعملها بعد ما تعمل التست الأول اللي هو الجوينت بوزيشن، تحط إيده على راسه فعلياً عشان يجاوبك. الشام ستيمولاس أنت بتضلك واقف تقول له غمض عينيك، بعدها بتسأله بعد ثواني 20 ثانية وين إيدك، إذا قال لك إيدي على راسي الشام ستيمولاس هذا بيكون بوزيتيف، والمريض بيعاني من سوماتيك أو بسموه اللوسينج بالسوماتيك سنسيشن اللي موجود عندنا نتيجة الإصابة في المايلين شيت اللي عندنا. في ساين عنده كمان عشان تكون عارف، مريض الماركنسون مريض آسف المالتيبل سكليروسيس بيكون في عنده نومنس وباراستيزيا في الأطراف كمان، وكومون شائع يعني إنه يصير في عنده الخدران والنمنمة اللي إحنا بنحكي عنها أو تينجلينج الدغدغة اللي بحس فيها موجود. هلا في كمان شغلة بيشعر فيها بتميز مريض المالتيبل سكليروسيس من ناحية سنسوري، بيسموها الليرمات ساين. النك طلع انتبه علي شوي، نك فليكشن يعني انه يعمل نك فليكشن، بيصير في عندك الكتريكال شوك سنسيشن، وهذه الالكتريكال شوك سنسيشن بتمشي السيد العزيز داون على الباك بون تاعك او السباين وبعدين بتنتشر للم. يعني انت فعليا اذا جيت على مريض الباركنسون ديزيز وثنيت ركبته لتحت بيصير في عندك صدمه كهربائيه، احساس بالصدمه الكهربائيه. هذا الاحساس بينتقل على طول العمود الفقري عندك او بنسميه الفيرتيبرال كولوم، وبنتقل لللمبس اللي موجوده سواء كانت الابر اللي موجوده عندك او اللور، بيكون فيها مشكله الاحساس بشيء بسموه الكتريكال شوك سنسيشن. طيب كمان كسنسوري عندنا ممكن يظهر عندنا شيء بسموه البين، وبالاخص اللي هو الماسكولوسكيليتال، بكون الاوريجين تاعه في الماسكولوسكيليتال. ليش بصير؟ بصير لانه بكون في عندك ما شاء الله هذا المريض اذا صار عنده ويكنس وصار عنده هالاتروفي اوريدي بده يصير في عنده كونتراكتشر اللي هو شورتينينج في السوفت تيشو اللي موجود عندنا. وكمان هذا المريض انت عارف في البوزيشن تاعه بكون مش البوزيشن السليم، فبالتالي ممكن يصير في عنده ليك في البادي في الالايمنت بودي بوزيشن او احنا بنسميه اللي هي ابنورمال بوستشر. وكمان حكينا انه ممكن هذا المريض في عندنا ساينوسيبتومز موجوده كون الانجري ابر موتور النيورون سباستيسيتي تظهر، فبالتالي يصير في عنده هالالم اللي موجود. في
في بعض التعريفات للألم، ما بعرف إذا أخذتوها عمركم بحياتكم أو لا. في عنا إشي بيسموه الهايبرباثيا، في عنا إشي بيسموه ديستيزيا. الهايبرباثيا unpainful stimuli become painful، يعني تحفيز، يعني أنت تعمل stimulus لهذا المريض okay. تمام، مش مؤلم بالمرة، بس يجي على السريع بقول لك مريض الباركنسون ديزيز ألمتني، هذا بيسموه الهايبرباثيا. الديستيزيا abnormal pain، أو اللي حكينا عنها إحنا البيرنينج سينسيشن، ممكن يشعر فيها هذا المريض. ليش؟ لأنه ما شاء الله عندك المسؤولة عن البين والسينسيشن اللي هي التراكت اللي تربط ما بين السباينال والثالاموس، سموها السباينو ثالاميك تراكت، هاي بكون فيها انتربشن وبكون في عندنا مشكلة فيها، فبالتالي ممكن هذا المريض يحس بشيء بنسميه الديستيسيا، وكمان يصير في عندنا نيرف روت. انت تخيل واحد، تخيل مريض الباركنسون ديزيز كثير وضعه بكون صعب جدا، تخيل انه فيش عندك النيورال انت بجسمك، تخيل فيش عندك النيورال ترانسميشن، تمام، دي مايلينيتد، الجذور تاعت الاعصاب اللي موجوده عندك دي مايلينيتد، فتاكد تماما انك تشعر بالبيرنينج سنسيشن. حكيت قبل شوي شغله مهمه وبتفيدك بقضيه الدياجنوسيس، مريض الباركنسون ديزيز اذا بتعمل له الهيد فليكشن، النيك فليكشن، اسف، اذا بتعمل نيك فليكشن زي ما حكينا هنا ليرميت ساين، بتلاقيها الشوك انتقلت عندك دايركت او على المريض دايركت من السباينال الاطراف بشكل رهيب. عشان هيك نتيجه الخلل في السباينال ثلاميك تراكت او النيرف روت الدي مايلينيشن، ممكن نسمع في شيء بنسميه بيرنينج سنسيشن او الابنورمال بين اللي موجود عندنا، بالاضافه لشغله بتصير في الترايجيمينال نيورولوجيا او العصب بتاع الترايجيمين من النيرف اللي موجود عندنا، انه يصير في عندنا مشكله بالفيشيال او يحس البيشنت انه عنده الم بوجهه نتيجه الترايجيمينال نيورولوجيا. طبعا كل هذا الترايجيمينال بين بيصير يا جماعه الخير نتيجه الدي مايلينيشن، فعشان هيك انت لازم تربط انه المايلين شيت لما يصير في انتربشن هو بيعمل افكتنج على النيورال تيشوز اللي موجوده عندنا بشكل رهيب جدا، فاي حدث له علاقه بالنيورال تيشو معناته السبب تاعه بكون اللي هو المايلين شيت او الانتربشن اللي صار او الانجري اللي صارت في المايلين شيت اللي موجود عندنا. فمش غريب انك تسمع بشيء بسموه الترايجيمينال نيورولوجيا، تمام. هلا اذا الشيء بريفرال بيشفوت فيه شوي، بس في تقسيمات للبريفرال نيرف انجري او البريفرال نيرف انجري بعطيها كنوتس لك، بس هي بعيده عن الموضوع عشان ظهرت كلمه نيورولوجيا. في إصابات الأطراف تقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول بسموه نيوروبراكسيا، القسم الثاني بسموه الأكسينوتيميسيس، والقسم الثالث بسموه النيوروتيميسيس. هدول للبريفرال إن شاء الله ببعث لكم شغلة عليها تتعلموها بشكل رهيب، لأنه أنت كثير بتشوف بريفرال نيرف إنجريز بس ما بتقدر تحدد شو نوعيتها اللي موجودة. هون اللي بيظهر عندنا كمان هيدك، بس not common عند هذا البيشنت اللي هو multiple sclerosis. في شغلة أنا حكيتها كمان في الأعراض في السريبلر أو في الكلينيكال فيتشرز بشكل كامل، حكيت عن اللي هي النستيغماس أو الجيركي موفمنت، فعشان هيك هذا البني آدم ممكن مريض الباركنسون ديزيز يشوفك اثنين وانت واقف قدامه دبل فيجن بسموه، احنا بنحكي عنه دبل فيجن، أو يشوفك هو اثنين تركيبتين، يعني هو يطلع عليك يشوفك اثنين. عشان هيك بقوله ممكن يكون من السنسوري سيبتومز اللي هي فيجوال سيبتومز، وهي فيري كومون موجوده في 80% من مرضى الباركنسون ديزيز اللي عندنا، تمام، يعني ما يشوفش منيح، عنده تشويش بالفيجن تاعته، تمام. وكمان الاعراض اللي بتظهر عليه زي الجيركي موفمنت اللي بالاي بتساعد انه هاي الامور تظهر بشكل رهيب، خصوصا انه تاثر لك على الفيجن عندك او الفيجن عند المريض هذا اللي موجود عندنا. هلا ممكن تكون الفيجن فيها مشكله او امبيرمنت في وان اي في عين واحده، او ممكن يكون بالتنتين، ويكون هذا المريض اللي قدامك بلايند، بسموه سكوتوما او السبوت بلايند سبوت او سكوتوما، انه هذا المريض ما بيشوفك منيح بالمره وبقولوا عنه بلايند انه مش شايف بالمره، حتى كمان ما بيقدر يميز الالوان اللي يعني color perception، الالوان اللي موجوده قدامه ما بيقدر يميزها بالمره،
نتيجة الانجري أو الخلل اللي بيصير في الفيجن عنده أو بشكل عام الفيجوال سيبتومز اللي موجودة عنده. هنا ركز لمخك شوي وخليك مفتح. آخر إشي بالسنسوري سيبتومز الفيستيبولار ديسفانكشن، معروف ما دام انت قاعد تحكي عن الفيستيبولار انت قاعد تحكي عن البالانس، توازن عند هذا البيشنت او بنسميه رايتنج رياكشن احنا بشكل او باخر. في فحوصات بيعملوها للفيستيبولار، بعرفش اذا عندكم فكره عنها، في تيست عشان تفحص الفيستيبولار او تيستيت بيفحصوا الفيستيبولار عند البني ادم، في تيست بيسموه رينين تيست والتيست الثاني بيسموه الوبر تيست. في حدا سامع فيهم؟ اللي سامع فيهم يحكي معي دايركت. طيب ما حدا سامع فيهم، اوكي خلص. في تيستات بيستخدموهن عشان يحددوا اذا المريض عنده مشكله في الفيستيبيرال ولا لا، هذا من ناحيه سنسوري بنسميه احنا السنسوري اكزامينيشن. تمام، مرات بيجوا على جنب المريض كمان بيمسكوا طلع عندك الثامب الاصبع الكبير، الثامب هذا والاندكس السبابه واصبع الثامب، بيجوا بيقربوا على اذان المريض شوي وبحرك الاثنين، بخلي الاثنين يعملوا احتكاك عشان يشوف المريض سامعك ولا لا، او بيجيبوا الشوكه الرنانه تسمعوا فيها التيونينج فورك، بحطها على الماستويد بيضربها بطاوله دغري، بحطها على الماستويد بروسيس القاعده تاعتها او القاعيه تاعتها، بحطها على الماستويد بروسيس عشان هي بتعمل فايبريشن على السرير، بحطها على الماستويد بروسيس وبقول للمريض سامع لهذا ولا مش سامع. اذا سمعهم ما شاء الله عليه بكون التيست عنده نيجاتيف، اذا ما سمعهم سواء كان بالوبر تيست او باللينين تيست بكون في عنده مشكله بالفيستيبولار. هنا مريض المالتيبل سكليروسز اللي موجود عندنا الفيستيبولار عشان تكون عارف ديسفانكشن موجود في 90% من الكيسز اللي انت بتحكي عنها، ممكن يكون في عنده نويزيا، النويزيا او فوميتنج، التعرق العالي، البوميتنج اللي بدك اياه، الاعياء، كله هذا بيكون موجود نتيجه الفيستيبولار ديسفانكشن اللي عندنا، ديزنس حس في الدوار او ديزنس بيقولوا انريال ديزنس، الفيرتيجو بيقولوا عنه انريال ديزنس، يشعر المريض انه سيسقط لكن لا يسقط فبيقولوا عنه انريال ديزنس. تمام، كل هاي الاعراض اللي انت شايفها عزيزي لما البني آدم يحرك رأسه وبحس فيها وبتزيد، لما البني آدم يحرك عيني ويأخذ الآي موفمنت ويتحرك بتزيد هاي الأعراض، بتصير السيبتومز أكثر سوءاً. تعرفين كل المنطقة، كل الكرينيال نيرفز اللي موجودة عندنا في المنطقة السيرفايكل بتطلع، فعندك هدول كمان إذا الدماغ كان مايلين شيء ضارب، تخيل كمان مأثر على هاي المنطقة كلها، فبالتالي الأعراض هذه ممكن تشوفها في 90% من الكيسز. يعني vestibular dysfunction عشان احنا نكون عارفين، والفيجوال سيبتومز هدول بظهر ظهور. عشان هيك الديفرنشال دياجنوسيس لما تكون عندك كميه معلومات رهيبه جدا انت بتصير تحدد المرض بشكل سريع، لانه انت تاخذ بعض النوتس عشان تقدر تحدد هل هذا المريض اللي موجود عندنا مالتيبل سكليروسيس او مش مالتيبل سكليروسيس. ثاني شيء او ثالث شيء من الساين والسيبتومز، بصير في عندنا مشكله بقضيه النيرال سيستم، البلادر والباول سيبتومز، ممكن يصير في عندنا المريض يصير في عنده احتباس للبول نفسه، او يصير في عنده الكونستيبيشن الامساك اللي موجود، او تبول لا ارادي، هاي الامور ممكن تظهر عند مريض المالتيبل سكليروسيس. كمان سيدي بصير في عنده كمان مشكله بالسيكشوال سيبتومز، يعني العلاقه الجنسيه هون بتخف عنده بشكل رهيب. ليش؟ لأنه ممكن يصير يحس بالعجز اللي موجود عندنا، وكمان ما ببطل يحس بالجينيتاليز اللي موجود عنده، الغدد أي اللي موجودة أو الأعضاء التناسلية، العضو التناسلي اللي موجود عنده سواء كان ذكر أو أنثى. وإحنا حكينا إنه النساء أكثر من الرجال بنسبة من 2-1، ففعليا ممكن ما يعني يصير في عنده مشكلة رهيبة جدا، حتى السوائل اللي بتكون موجودة أو اللابريكانت اللي موجودة في الجينيتال هدول بفقدها هذا المريض، وبيصير في عنده إشي بتسميه dimension genital lubrication أو dimension genital
سنسيشن او بنحكي عن الامبوتنس بشكل كبير، انه الوضع هون لا يسمح بانه يصير في عنده اي شيء. ليش؟ لانه السكشوال سيمبتومز تظهر عند مريض المالتيبل سكليروسيس بشكل رهيب. طبعا كوجنيتيف اند بيهيفير سيمبتوم كلكم تعرفوا انه هذا المريض الميموري عنده بصير في انتربشن، الاتنشن بصير في عنده انتربشن، كونسنتريشن بصير في عنده انتربشن، الليرنينج، كريتيكال ثينكينج، كل هذا ممكن يصير عنده. ليش؟ لانه الكوجنيتيف فانكشن عنده بصير فيها امبيرمنت، فبالتالي كل هاي الاعراض ممكن تشوفها. كمان في عندك المزاجيه والعاطفيه والامور هاي، بصير لها عمليه افكشن، تمام، ديبريشن ممكن يصير يعاني، مش ممكن حتى بصير يعاني من انكزيتي وديبريشن عالي جدا، ووضعه مش سليم حتى، بتحس انه دينايل يعني منكر ودائما غضبان واجريسيف. هذا مريض المالتيبل سكليروسيس اعراض الكوجنيتيف والبيهيفير سيمبتومز بتظهر عنده بشكل رهيب جدا، تمام. الكوميونيكيشن ما كوميونيكيشن، لما دخيلك مريض واحد عنده مشكله بالمايلين شيت وعنده مشكله بعمليه الترانزميشن للاعصاب وكذا، كيف بده يكون عنده الكوميونيكيشن؟ فعليا بده يكون في عندنا انتربشن فيه بشكل رهيب، لانه اصلا فعليا الديمايلينيشن بتاثر على الكرينيال نيرفز. قبل شوي حكيت لكم، تخيل انت المايلين شيت تعبان، الكرينيال نيرف كمان بصير له انجري والسيريبالون بتعب، فاوريدي الكوميونيكيشن عندك بدها تكون للمريض هذه سيئة، وهو يحكي كمان بصير في احنا نسميها ديس ارتيريا مينلي ديو تو كوردينيشن بروبلم، بالسبيتش يكون بطيء جدا او سلارت مش واضح بالمره، بالاضافه للديسفيجيا قضيه البنعم عنده او الاكل بكون في مشكله رهيبه عندنا فيه. طيب خلينا نعطي شوي لحالي نفس كتير، اللي عنده اي شيء سؤال او شيء يستغل يعني خمس دقائق بتعطي لحالي نفس عشان ما اقدر اكمل بشكل رهيب، تمام. في حدا عنده اي سؤال او استفسار يحكي. ايه محمد كريم، مشكله بالكلام والبلد صحيح. طيب في حدا احلام احلام ولا ايش اسمها، مش قادر اقرا الاسم، انعام او احلام احلام تفضلي. مساء الخير. مساء الورد. هلا ايه صحيح احلام، على فكره احنا ما سمعنا الا مساء الخير، بعدين ضعنا. صحيح يعني حاولي ركزي شوي بالهذا. هلا انا عندي سؤالين بخصوص، تمام، بخصوص شو؟ احكي احكي، راح احاول اسمعك. طيب السؤال الاول، علامه ليرمت هي علامه مميزه للام اس او لا؟ نعم نعم، مالتيبل سكليروسيس ليرمت ساين، لما تعمل نيك فليكشن فيه طبعا. اسمع، بده يكون عندك عشان تكوني عارفه في الديفرنشال دايجنوسيس، بده يكون في عندك كثير شغلات يعني عشان تظهر لها. هلا هذا علامه موجوده، بس ممكن واحد يقول لك لا هذا مش مالتيبل سكليروسيس، تمام. في شغلات كثيره بتؤدي للمالتيبل سكليروسيس. اصلا مريض المالتيبل سكليروسيس بيجي بيطلعوا على المايلين شيت عنده، بيجي بيقول لك هذا الانجري مبين، هذا مأس، تمام. اوكي، فبقولوا اول شيء بيصيروا يشكوا فيه انه لا ولا ولا، وبيعملوا فحوصات وتشخيصه مش سهل على فكره عشان تكون يعرف. بس الليرمنت ساين بتظهر في المالتيبل سكليروسيس انه يعمل نيفليكشن ليد تو وات تو شوك الكتريكال شوك، بعدين رانينج تو لوين للسباين، وبعد ذلك للور. طبعا هي رحاله لعلامه ليرمنت ما بتكفي للتشخيص. لا لا لا، احلام انا ما بتكفي، انت لازم. هلا انا راح احكي عن الشيء الطبي شوي اللي هي بسموه الكلينيك ساين ديزيز، بس ما بتكفي التشخيص، ما بتكفي، لازم يكون عندك معلومات كثير رهيبه. بس انديكيتور هذا انه ممكن يكون احنا قريبين انه هذا المريض ام اس، اما ما بتحكم عليه يعني، الطبيب ما بحكم عليه في كثير فرصه. الام ار اي بيصوروا 1000 صوره عشان يعرفوا شو عنده لهذا المريض، تمام. بس تشخيصه هلا زمان كان كثير يغلب، بس حاليا ما بغلب ولا شيء، بشخصه دايركت. نعم. السؤال الثاني، اسالي.
الأعراض هاي كلها بنشوفها نحن دفعة واحدة، وإياها بتمر على المدى البعيد وإياها بتتعافى. هلا شوفي علي، طلعي في شغلة أنا مهمة جدا، قلت لك إنه ساينوس سيمتومز لهذا المريض بروجريسيف وممكن within hours، يعني من 6 إلى 15 ساعة تكون هاي الأعراض موجودة. ما دام المريض تشخص مالتيبل سكليروسيس وصار عنده بين عنده أعراض اوريدي ماله، ما هو بروجريسيف، ما احنا مسمينه بروجريسيف. شو معنى كلمة بروجريسيف؟ لما تسمع بكلمة بروجريسيف ماذا؟ الأعراض تزيد سوءا تزيد سوءا تزيد سوءا. يعني قبل شوي أنا حكيت عن شغلة مهمة جدا، طبعا تختلف من مريض لمريض أكيد. نعم تختلف من مريض لمريض. حكيت شغلة مهمة جدا، وينها؟ استني خليني أرجع عشان بلاش لخبط. هون السيمبتومز في الفيستيبولار ديسفانكشن، والله ايش حكي، سيمبتومز ار ورسن باي هيد اور اي موفمنت، يعني اي الاعراض اللي بنحكي عنها تاعت الفيستيبولار ممكن تزيد بطريقه او باخرى من خلال هاي الوضعيه اللي موجوده عندنا بشكل رهيب وتظهر. فهذا المرض بروجريسيف. انت كمان كيسيها شغله الويكنس اللي بتظهر على هذا المريض والاتروف اللي بتظهر على هذا المريض مصيبه. يعني انا مره شفت مريض في مستشفى الجامعه الاردنيه وانا اتدرب وانا طالب، شفت مريض ام اس للامانه، يعني قعدت فتره عندهم فشاهدت الامور اللي عنده كيف كان وكيف صار والى اخره. بالاخر خلص بعيش فتره معينه من الزمن والله بياخذ وداعته. تمام شكرا يا دكتور. العفو ولا يهمك. في حدا عنده اي سؤال او استفسار اخر؟ طيب السلام عليكم دكتور. اهلين يا حبيبي، اهلا وسهلا. انا حسان فارس، الله يبارك فيك. حياك الله يا حسان. السلام دكتور، بس الله يكرمك، موضوع الفرق مره تاني بين الديزنس والفيرتيجو. شوف علي، هلا ديزنس دوار بيوقع المريض بعيد، ديزنس بيش اللي هو خابط على مخه، تعرفها هاي ولا بتعرفهاش؟ إن ما عنده أي سيطرة يعني، فوق يفقد السيطرة. الفيرتيجو شوف علي، هلا أنتوا المشكلة، هلا بدي أجيب لك شغلة عشان تفهمها بشكل كبير. بالضبط. المرض العصر اللي موجود حاليا مش الكانسر، مش السرطان. مرض العصر اللي موجود حاليا الباد هابتس. التليفون اللي بينمسك وبتضلك في وضعية الني فليكشن تقريباً، أو الأوفيس تشتغل في مكتب وكذا على كمبيوتر أو إشي كل شغلنا هيك طبيعة الحال. يعني الني فليكشن هذا اللي بيعملوه، عشان أشوف أو أقول لك شو التعريف بشكل مناسب. مريض عندك بيجي بيقول لك والله أنا إيه عسري، أول ما يدخل عليك بقول لك أنا والله رحت على الدكتور والدكتور حكالي إنه عندك مشكلة برقبتك، تمام، أو عندك مشكلة في منطقة السيرفايكال سباين. أوكي طبعاً بكون عنده مشكلة، يا بتلاقي السيرفايكال سباين عندنا الكيرف فيها ستريت دغري جاي نتيجة تمام. شد العضل، شد العضل هذا بيعمل اللي هي الهيديك، وبيعمل غباش العيون، وبيعمل طنين الأذن، وبيعمل نخزة الصدر على البكتوراليز ميجر العضل الكبير سواء على الرايت على الليف، وبيعمل إشي بيسموه الانريال فوميتينج. يعني المريض بصير يحس إنه بده يطلع هواء، بده يتقيأ بس ما بيقدر يتقيأ. وهذا المريض كمان بيشعر في اللي إحنا حكينا لك عنه قبل شوي اللي هو فيرتيجو، مريض اللي هي انريال ديزنس، بيكون واقف حاسس حاله بده يدوخ بس ما بيدوخ. تمام، فهاي الاعراض بتظهر عند المرضى هذول اللي بيعانوا من مشكله بالسيفير ماسل سبازم في السيرفايكال. ممكن هاي الاعراض تكون موجوده عند مريض المالتيبل سكليروسيس يشعر فيها شو اسمه. بس في فرق بينهم صراحه، علميا بالكتب اذا رحت على كتب النيورولوجي وكذا بحطوا الديزنس وبحطوا الفيرتيجو بين قوسين، تمام، او بحكوها. بس فعليا صدقا الفيرتيجو ان ريال ديزنس، unreal business، وهو ليس دوار حقيقي، unreal business تعريف. تماما مشي حالك؟ استوعبني؟ على راسي. دكتور ليش احيانا نشاهد تحسن عند المريض بعد الهجمة؟ هذا مش تحسن، هذا اللي عند المريض خلص، هذا مدام progressive. هلا راح نحكي عنه يا محمد،
الكورس اوف ذا ديزيز بسموه الكلينيكال كورس اوف مالتيبل سكليروسيس منقسمه لاربع اقسام. هلا انت استبقت الاحداث لكن فعليا انا جاي. اول شيء عندنا شيء بسموه السادن اونست اللي هي الضربه اول ما تبلش او بقولوا عنها البناين، وبتشكل 20% من الكورس تاعت الديزيز اللي موجوده. انه فيش عندنا شيء بسموه او فيش عندنا باللغه العربيه البسيطه او باللغه الانجليزيه نو ميجر ريزيديوال ديسابيليتي، تمام؟ يعني ما بتاثر هذا المريض، ما بيكون في عنده ديسابيليتي في سادن اونست في المراحل الاولى اللي بتصير فيها، يعني تمام. بعدين في عندنا شيء بسموه من 20 ل 30 بسموه الاكسيربيتنج ليميتنج، هذا بسموه سادن اونست اوف سيستم سيبتومز موجوده بتكون من خلال او بصير في عندها باي بارشل اور كومبليت ريكفري. بيشنت از يوجوال ستيبل فور سام تايم بيفور انذر سايكل ستارتس. يعني في المراحل الاولى اللي موجوده عندك السادن اونست، تمام، ممكن تكون بعد كومبليت او نير كومبليت ريميشن عند هذا البيشنت. اللي ما يميز البناين او ال 20% المرحله هاي انه ما بيكون في عندنا ريزيديوال ديسابيليتي او ميجر ريزيديوال ديسابيليتي ادق، ما في عندك ديسابيليتي ميجر. في الشيء الثاني طبعا باللغه العربيه صدقا ما في، بعرفش مصطلحات، اذا بتعرفوا شيء عربي بعرفش، نتناقش فيها لاحقا. الاكسبيريتنج بعدين للريميتنج، الاكسبيريتنج انه يزيد الشيء هنا بكون في عندنا سادن اونست of symptoms، يعني عندك موجودة أعراض تتبع أو تيجي من بعد partial or complete recovery، تمام؟ يعني بعد ما يصير في عندنا partial recovery أو complete recovery بتظهر هاي الأعراض، فبقولوا عنها expecting remitting، تمام؟ زيادة أعراض قبل ما ينتقل لأي مرحلة تانية، تمام؟ يعني ممكن يكون stable لعدة لوقت معين قبل ما يدخل في مرحلة السيئة. المرحلة الثالثة اللي احنا بنحكي عنها بسموها ريميتنج بروجريس، يعني دخل، تخيل هنا دخل انذر سايكل هون وزادت هاي الاعراض، بقولوا عنها بروجريسيف، و40% بتشكل بقولوا عنها سادن اتاك. كيف بتصير سادن اتاك فولود باي انكمبليت ريكفري، يعني ما بيكون في ريكفري تام لهذا المريض، وفعليا هنا بتظهر الفيزيكال ديسابيليتي عند البيشنت اللي هي احنا اللي بنحددها حسب قضيه الاعراض اللي موجوده عنده. اخر شيء بنعطيها نسبه 10 ل 20% بسموها البروجريسيف، وهذه شوي شوي سلو اونست، مع انه البيشنت ببلش بشكل سريع جدا يفقد الفانكشن، تمام، وهذا بتؤدي لنا لا شيء بسموه سيفير ديسابيليتي، وفي الاخر ممكن هذا البيشنت يموت. بيشنت مي ستارت ويز وان باترن اند موف تو انذر، يعني بتبلش في جزئيه وبتنتقل جزئيه اخرى. نعيد عشان هذا يفهم كيف الطور تاع هذا المريض يستوعبها. هن مراحل عده عشان احنا نذكرها، اول واحد البيناي، الثاني بسموها الاكسيربيتنج ريميتنج، والثالثه بسموها ريميتنج بروجريسيف، واخر واحده البروجريسيف. كل واحده مصنفه حسب النسب الموجوده. الاولى ما فيها ميجر ريزيديوال ديسابيليتي، مع العلم انها سادن اونست، وبتصير الاعراض هذه اللي موجوده بعد كومبليت او نير كومبليت ريميشن عندنا. الثانيه بتزيد قبل ما يدخل باي مرحله ثانيه، بصير عندنا سادن اونست للسيبتومز بتبعوا بعد partial أو complete recovery اللي موجود عندنا. ممكن البيشنت زي ما حكينا يضل ستيبل sometime، بعدها يدخل بانذر سايكل عندنا. المرحلة الثالثة والرابعة هي المراحل اللي فيها disability بتظهر، sudden attack بعد تظهر بعد ال incomplete recovery، ما في recovery كاملة لإله هذا البني آدم، فبيظهر عندنا الphysical disability. the progressive آخر واحدة وهي السيئة جدا، الوضع بيكون slow onset مع progressive loss of function بدون أي remission، ما في نعود نرجع للوضع الطبيعي، فبالتالي هذا بصير عنده severe disability و lead to death. هذول المراحل الكورس للديزيز اللي موجود عندنا بشكل أو بآخر.
الإشي الثاني اللي نحكي عنه اللي هو البروجنوسيس الأوتكام لهذا البيشن، كيف يعني وضعه. طبعا أنا حكيت كلمة عشان أنت تكون عارف أي وضعه، وضعه بلش بناين بعدين إكسبرتينج ريميتينج بعدين ريميتينج بروجريسيف بعدين بروجريسيف، عشان أنت كفيزيوثيرابيست سيرش تفتي من عندك إنه هذا المريض ما شاء الله نحاول نضبط أموره ونعمل له جلسات وإن شاء الله برجع لوضعه الطبيعي ومن الكلام. عشان هيك أنت بدك تحكي شغلات خارج إطار العلم ما بصير، فبدك تتبع هدول الكورس تاعت الديزيز وتشوف. بالنسبة للبروجنوزز اللي موجود لو تيجي لي أنا كأخصائي عندي بقول لك هذا المريض إذا خلال ساعات بيصير بروجريسيف سيبتومز عنده، في النهاية أنت شو بدك تلاقي عنده؟ إحنا بدنا نمنع طبعاً يا جماعة الخير، أنت بدك تحاول في المريض المالتيبل سكليروس تمنع أي كومبليكيشنز بتصير. يعني عندنا فيستيبولار سيبتومز وعندنا موتور سيبتومز وشغلاتها، إحنا بدنا نحاول نشتغل عليها ونوقف، نحاول مش نوقف، نحاول إنه نحافظ أو نعمل إشي بيسموه بالعلم ساستين. دائما بقوله بالرهاب إنك تعمل ساستين للإشي اللي موجود تحافظ عليه، تمام؟ فبالنهاية أنت ما في سحر بإيدك ولا مصباح على الدين لمرض المالتيبل سكليروسيس، لكن بإيدك إنه ما تدخلوش على كومبليكيشن، يعني تخليه على وضعه الطبيعي، لأنه ده دخل بكومبليكيشن بدخل بكارديوبالمونري كومبليكيشن، وساعتها بتسرع أنت حضرتك في قضية انتقاله إلى مرحلة الموت، تمام؟ فالجايدلاينز اللي موجودة هنا للبروجنوسيس اللي موجودة عندنا onset age العمر، تشوف كديش العمر، time course اللي حكيت عنه قبل شوي onset and progression الأربع مراحل، بدك تشوف وضعه الصحي في بعد 5 سنين من الإصابة، هاي الأمور كلها بدك تشوف. عدد قبل شوي مش عارف من الصبية اللي حكت معي قالت بدنا نشوف الأعراض، أحلام هلا تذكرتها، أحلام قالت كيف بدنا نعرف الأعراض، النمبر أوف سيبتومز ذا كونسيبت أوف مالتيبل سكليروسيس، بدك تشوف شو الأعراض اللي موجودة عندك، تمام؟ عشان إحنا نقعد نحدد ونشوف شو هذا المريض من إيش بعاني ومن إيش بشكي بشكل أو بشكل آخر، شو الفاكتورز اللي ممكن نسميها إحنا تخلي الأعراض أسوأ في مريض المالتيبل سكليروسيس، والشغلات اللي ممكن تصير في عنا لهذا المريض، أو الأشياء اللي ممكن تزيد من سوء حالة مريض المالتيبل سكليروسيس. الشغلات اللي إكسسيف فاتيك، دائما مريض المالتيبل سكليروسيس بقول لك لا تعطي الإكسسيف فاتيك عنده، don't be lead to fatigue، ما تودي على الفاتيك إنه يصير في عنده عياء. إذا أنت كمان الإيموشنال ستريس صار عنده إيموشنال ستريس هذا البيشنت الأعراض بتزيد، إذا تعرض هذا المريض لفيرال أو بكتيريال إنفكشن بيزيد، إذا هذا المريض أنت ما حافظت على الجنرال هيلث تاعته وصار فيها إشي بسموه ديتريشن بصير في عندنا مشكلة. كمان رايس إن بادي تمبريتشر فيفر هوت باث أو هوت ويذر، معروف مريض المالتيبل سكليروسيس حطه في البرد عادي بتحمل، أما حطه في غرفة الجو فيها شوي دافي ما بتحمل بالمرة والأعراض عنده بتزيد بشكل كبير. دائما هاي النقطتين مهمين جدا بالرهاب تاع المالتيبل سكليروسيس، قضية الفاتيك هاي مهمة جدا، لأنه في أخصائي بيشتغل على السبحانية، تمام؟ إنه خلينا نشتغل كذا وكذا وكذا، ما بياخذ بعين الاعتبار هاي الأمور اللي موجودة عندنا. وكمان البريجننسي اند بيرث جيفينج لمريض مالتيبل سكليروسيس ممكن تزيد من الاعراض، الديهايدريشن والمال نيوتريشن سوء التغذيه ممكن يزيد لنا الاعراض اللي موجوده عندنا بشكل او باخر. على ايش بيعتمدوا عمليه التشخيص او شو الكرايتيريا او المعايير اللي بيستخدموها عشان يشخصوا مريض الباركنسون ديزيز؟ في عندنا بعض الكرايتيريا وبسموها البيزك كرايتيريا اللي موجوده عندنا، بيشوفوا الإيفيدنس للمالتيبل ليجن عند سنترال نيرفس سيستم، وبالآخر يعني بفحصوا بيشوفوا الميلين شيت اللي موجود البني آدم هذا بدماغه، هل الميلين شيت في انتربشن أو مش في انتربشن، فبيشوفوا قديش فيها. مرات بيجي بيعتمدوا على النيورولوجيكال ديسبلينس البني آدم اللي موجود، صار عندك شغلات، في عندك أشياء عصبية،
في أمراض عصبية عندك إلى آخره، فبتطلعوا على هاي الأمور كلها. هنا الحكاية بيعملوا شغلات كثيرة لها علاقة بالتخطيط الأعصاب اللي موجود، الـ MRI، بفحصوا كمان السيريبرو سباينال فلويد اللي موجود عندنا، بيشوفوا فيه الجاما جلوبين إذا مرتفعة أو مش مرتفعة، بيشوفوا كمان من فحوصات الدم الوايت بلاد سيلز بيشوفوها كيف وضعها، إذا كانت هاي معناته هذا إنديكيشن، أو فراجمنتس بيشوفوا في الميلين أو الميلين بيسك بروتين. هذه كلها فحوصات بيعملوها بالمستشفيات عشان يشوفوا هذا البيشنت بعاني ولا ما بعانيش، هذا بسموه الباراكلينيكال ايفيدنس. تمام، يعني هم بيشتغلوا على البيزك كرايتيريا، ايفيدنس اوف مالتيبل ليجن ان ذا سنترال نيرفس سيستم، او الايفيدنس كلينيكال اور باراكلينيكال اوف ات ليست تو ديستينكت ابيسود اوف نيورولوجيكال انتربشن ان ان انديفيديوال عمره ما بين 10 ل 9، ويعني اللي بيكون من 10 ل 59 بيشوفوا المراحل اللي مر فيها من هذا عمره من الأمراض اللي لها علاقة بالمشاكل العصبية فبتأكدوا. هنا بتيجي حكاية الباراكلينيك مش الكلينيك، MRI، CSF وإلى آخره، بتأكدوا من الموضوع اللي موجود عندنا. في ناس بيجي بقول لك شو الميديكال مانجمنت، والله بالمستشفيات ما بيعملوا لهم شيء اللي يحافظوا عليهم محافظة بس، عشان هيك بقولوا أول نقطة بتعمل تريتينج المريض هذا المالتيبل سكليروسيس لحاله اتسلف بالضعف، أو تعمل تريت للسيبتومز وبتحافظ على حياته او الجنرال هيلث تاعته من انه يصير عنده اي كومبليكيشن بشكل او باخر. طبعا بيعطوا الانتي انفلاماتوري زي الادرينوكورتيكوتروفيك هرمونز، هذا بخفف انه ما شايفين اللي شرحناه عن الكورس تاعت الديزيز، هذا بخفف انه يقلل الديوريشن تاعت انه يزيد الاعراض اللي موجوده. تمام، بس فعليا ما بياثر على كل الاطوار اللي موجوده، يعني بيجي على اخر طور ولا على الطور اللي قبل الاخير اللي هي في الفيزيكال ديسابيليتي بتظهر، والفعليا بكون في عندنا الشيء بروجريسيف ما بياثرش عليه. في البيتا انترفيرون بيسموه البيتسرون اللي هو الاسم الدواء له، هذا بخفف من كمان من حده الاكسبريشن للاشخاص اللي موجودين عندنا او حده الاعراض اللي موجوده. في كمان الدراجز بيسموه ايمينو سبريسيف دراجز، تمام، هذا ممكن كمان يساعد، والى اخره. كل هاي الادويه اللي انت بتشوفها بيستخدموها، احنا مش كثير معنيين بالادويه كادويه، لكن انا اعطيتك اياها عشان يكون في عندك معلومه. فاتيك بيستخدمون الامانتيدين، البين بيستخدمون التريجراتول، والسباسيست بيستخدمون الباكلوفين. دول الشغلات اللي موجوده. في عندنا كمان اخر شيء اللي حكينا عنه عشان نخفف من الكومبليكيشن، بيعطوه نيوتريشن منيحة بجنبه، انه يصير في عنده انفكشن او فيرال الى اخره عشان ما يأثر عليه ويصير اموره سيئة. وبالنهاية ممكن يعطوه سايكولوجيكال سبورت لحل المشاكل النفسية اللي بعاني منها هذا المريض بشكل او باخر. طيب شباب، انا اذا ضليت داعس هلا خلينا نفتح مجال للأسئلة عشان احنا قدر الامكان نعطي مجال للأسئلة فعليا. والفيزيكال ثيرابي ديبارت، الفيزيكال ثيرابي بارت راح يكون ان شاء الله غدا على اذا ربنا رات، فراح نفتح مجال للأسئلة. اللي بده يسأل عادي على الشات يحط واحد، ولا زي ما بده يرفع يعمل ريز هاند وانا باخده ما في مشكلة. أسئلة ما شاء الله، يعني أنا كل اللي حكيته فهمتوه. عبد الكريم كنعان تفضل. يعطيك العافية دكتور عزام، بدنا تحكي لنا شوي عن الفيستيبولار ديسفانكشن وطريقة الانتربريشن إذا سمحت. طيب شوف يا عبد الكريم، بالنسبة للفيستيبولار ديسفانكشن أو سيبتومز، فعليا المريض هذا أنت لازم لما تسمع كلمة فيستيبولار أوريدي هاي الأمور لازم تيجي في مالك لها علاقة. إذا سامع في نير بيسموه الفيستيبيو كوكليير نير، الفيستيبيو كوكليير نير هذا نير موجود من ضمن الكرينيا نير اللي موجودة عندنا في
وطالعة من جهة السباينال كورد في منطقة السيرفايكال ريجن. تسليم أنا ما بقدر أطلعك من المحاضرة، أنت لازم تكوني موجودة بالمحاضرة بشكل كبير. استناني عبد الكريم، آسف. فأنت بعثي إنه عندك ما بعرف ضغط دراسي وإلى آخره، بس بدك تتحملي هالنصف ساعة تسمع الأسئلة، لأنه أنا بالامتحانات أسئلتي صعبة مش سهلة بالمرة. فعشان هيك عبد الكريم البستيبيلار لو بدي أقعد 3-4 محاضرات بخلصش عنه، لأنه موضوع كثير مهم جدا. يعني باختصار بقدر أحكي لك إنه البالانس والكوردينيشن عند هذا المريض بكون في خلل رهيب جدا. الشيء الثاني إنه أنت فعليا قبل ما تعمل أي إشي لأي مريض تعمل فول أسيسمنت لهذا المريض، يعني النيورولوجيكال ريهابيليتيشن أو النيورولوجيكال أسيسمنت، خصوصا للفيزيوثيرابي دقيق جدا. يعني أنت ما فيك تكتب أي إشي وعلى الماشي، تمام؟ لازم تكتب بالتفصيل الممل. أوكي، فبتيجي أنت بتحدد، بيجي بيقول لك والله هذا المريض عنده مشكلة يعني بالفيستيبولار سيبتومز، ممكن يظهر عنده زي ما حكينا النويزيا والفوميتينج، تمام، الانريال ديزنس الى اخره، كل هاي الامور رهيبه. بس احنا فعليا البستيبيكوكليار نيرف بنفحصه عن طريق تو تيست. التيست الاول سموه ويبر تيست، دبليو اي بي اي ار تيست، او التيست الثاني بسموه رينين تيست. اوكي، هاي فحوصات بتكون بسيطه جدا تنعمل، واحد بينعمل عن طريق تيونينج فورد، واحد بينعمل عن طريق ايدك نفسها، انك تعمل حركه بسيطه ما بين الثامب والاندكس وتكون قريب على اذن البني ادم اللي موجود عندنا. تمام، هذا باختصار، والشغل عليها يطول وكثير. وحكيت انا مرض العصر اللي موجود عندنا دائما بالدكاتره عندنا ما شاء الله عليهم، بيضلوا بيروح مريض عنده ستريتنج في السيرفايكال سباين على سبيل المثال ديو تو ماسل سباز، بضل يسلخ فيه بالدواء، يسلخ يسلخ يسلخ، ولا ساين ولا سيبتومز بتفك. ليش؟ لانه هذا المريض عضلاته شاده، عامل كومبرشن على البلاد فيزلز، عامل كومبرشن على الكرينيال نيرف، خصوصا بتاع بتلاقي الباكس نيرف في كومبرشن، البستيبيولوكليار نيرف في كومبرشن، حتى تاع ما شاء الله التيبيو مانديبولار جوينت هون عنده شبه ماله، بصير يحتك في بعضه كثير. فحله بس الفيزيوثيرابي، لكن للاسف الشديد عندنا الميديسن بضل وبعرف انه حله مش الدواء اللي بيعطيه حله الفيزيوثيرابيست، فبدنا كثير نشتغل على هاي الشغلات اللي موجوده ان شاء الله لاحقا بنحكي عنها. يا جماعه الخير واحد واحد يكتب عشان انا ما بلحقش اشوف مين كتب مين ما كتبش. طيب تمام، أنا تسنيم آسف، وين راحت؟ بلاش تسأل تاخذ أخضرها. بصراحة أنا آسف بس ما بقدر أطلعك من المحاضرة، يعني أنت هذا محسوب عليك، فما بقدر أطلعك من المحاضرة already. يعني اللي بده يروح لحاله يروح، ما عنديش مشكلة. في حدا تاني عنده أسئلة يسأل؟ أمينة تفضلي. اللي فاتح السماعة مش عارف، أنا بس هلا بعرف أمين. اللي فاتح السماعة سكرها يا جماعة الخير. اللي فاتح السماعة يسكرها. في واحدة عندها صبي صغير طفل بعيط ما بصش قصته. أمينة أنا بدي أطلع على الشات ولا بدك تحكي معي؟ يعني أنا ما بقدر ألحق على اللي بتكتبيه، فيا يعني يا ريت تدخلي تحكي سؤالك وتطلعي. أمينة حداد، اي ما عارف، خليها اكتب سؤالك براحتك وبعدين بجاوبك اخر هذا. تفضل يا مين هذا اللي معنا؟ شيماء مهدي. مساء الخير دكتور. مساء الورد. هلا.
دكتور سبق من آخر شيء بالمحاضرة ذكرت أنه المريض الأمس ما يتحمل الحرارة لكن يتحمل البرودة أو يرتاح. طلعي لا مش إنك تحطيه في فريزر ولا في ثلج في مكان ثلج وتقول يتحمل البرودة. درجة الحرارة لازم تكون بالغرفة معتدلة، لأنه إذا ارتفعت درجة الحرارة بتزيد من الأعراض اللي موجودة عنده، بتدخل البيشنت في طور إحنا ما بدنا إياه. ها يعني هذا أنا أحط بالي إنه أنا أستبعد الكولترابي بالعلاج مالته أو العلاج المائي. إيه تمام، بس يعني أنت هلا بدك تشتغلي إكسرسايز. مثلا عنده موتور سيبتومز، عنده ديسفانكشن في الموتور، تمام، عنده مشاكل في الموتور، عنده ويكنس، عنده مصل أتروفي، كيف بدك تشتغلي المصل أتروفي؟ كيف بدك تعملي لها تحفيز وتصير أو تعملي لها ريجنريشن ترجعيها أو ريهاب؟ بدك تعملي إكسرسايز أوريدي لابار إكستريميتي ولا لابار إكستريميتي. الغرفة اللي انت بتشتغلي فيها او الريهابيليتيشن روم خلينا نسميها، لازم تكون درجة الحرارة فيها معتدلة. اذا كانت درجة الحرارة فيها عالية جدا، هذا المريض دغري بيصير في عنده مشاكل، دغري بيصير في عنده السيبتومز بتنتقل لطور سيء جدا. تمام، فهمت كيف؟ عشان هيك بدك تديري بالك على حرارة الغرفة اللي موجودة. طيب دكتور، سؤال ثاني، انه في انتكاسة المرض من مرحلة الى مرحلة، هل يمكن التنبؤ بها او هي غير قابلة للتنبؤ؟ وإذا حدثت الانتكاسة نتوقف إحنا عن الريهابليتيشن فيزيوثيرابي ريهابليتيشن لحد ما يستقر وضع المريض بعدين نرجع فيها؟ بدي أسألك سؤال يا شيماء، إذا المريض موجود بالآي سي يو بدك تروحي تفوتي عليه بقولوا لك والله ما بتقدرش تعمل هلا ريهابليتيشن لأنه المريض فات في طور سيء بروجريسيف وفيزيكال ديسابيليتي وبطل شيء يتحرك عنده؟ لكن إذا المريض في المرحلة الأولى موجود بناي أو مثلا في المرحلة الثانية موجود expecting limiting، تمام، ممكن ان نتعامل معه. بس هذا كل الريابليتيشن راجع للمانجر اللي بيكون موجود، الدكتور المسؤول بيكون موجود عنه، يعني هو بيعطي القرار في عمليه الرهاب وهو بيعطي القرار في عمليه عدم الرهاب. هلا برا بشاوره تاع الفيزيوثيرابيست اكوردنج تو كيس، الفيزيوثيرابي هو ملك الرهاب، بيكون انه بيعطي او لا. لكن احنا عندنا بالوطن العربي للاسف الشديد هذا الكلام مش موجود، فا اوريدي بك تمشي بالبروتوكول اللي انت بتشتغل عليه في المستشفى. تمام، شكرا دكتور. إيه، في صبيه سالت عن الادويه، انت كفيزيوثيرابيست مش مطالب بالادويه بالمره، ولا انا حتى كمان بجيبهاش بالامتحانات الادويه، لكن انت فعليا عشانك هيك متعلم ما شاء الله عليك وبقولوا عنك دكتور، فانت فعليا لازم تكون على الاقل عندك خلفيه. يعني ماده الفارماكولوجي احنا بنعطيها للطلاب ساعتين في بالبكالوريوس، بس عشان يكون عنده معرفة فقط. تمام يا مينة. مين اللي الثاني؟ صالح، خلينا ناخذ. في واحدة سألت على مش عارف، في سألت بالعربي راح يكون ايش بالعربي، مش فاهم. ياسمين مش فاهم، هذا كلام. شخص عم يسأل إنه إذا في امتحانات راح تكون بالإنجليزي، أنا قلت له لا بالعربي لأنه أنا امتحاني بعرفش والله، أنا بشوف أخي عبد اللطيف بعدها مقرب، بس أنا بعرفش أكتب امتحانات بالعربي عشان تكوني عارفة اسمي. طيب دكتور، كل امتحانات تبعت الرشد كلها بتكون بالعربي، يعني كنا نحن عم نقدم. أنت اسمعي، رشد وأنت والجميع اللي موجودين على راسك، بس انا امتحاني راح يكون باللغه الانجليزيه، وهذا مطلب من هلا. يمكن اخي عبد اللطيف استاذنا بسمعنا هلا، بسمعنا اليوم هيك صعب يعني عن الزملاء اللي يعني ما بيعرفوا كثير انجليزي. هلا طلع علي القضيه، مش قضيه انا، مش يعني انا امي مش امريكيه، انا امي فلسطينيه، تمام يا ياسمين، امي فلسطينيه مش نيتف بالانجلش، تمام، بعرف تمام، بحكي عن حالي بعرفها، بسلك عالي اوكي. فالامتحان راح يكون بالانجليزي، وانا مصر يكون بالانجليزي. ليش؟ لان انا درستك انجليزي ما درستك عربي. طيب حاولوا اعملوا بالنسبه للي بيبعت ديما. ياسمين شكرا، اذا بدك اي شيء اسالي. ديما حاولوا يا دكتور، ممكن شوي؟ اتفضل اتفضل. انت قلت لنا باول محاضره انه بدك تساوي اساس محاضرات انه تحط لنا مثلا سلايدات بالعربي وسلايدات بالانجليزي، ما حضرت لنا سلايدات العربي بالعربي صح؟ هيك اساس يعني مشان احنا نساعدنا، احنا يعني ما اختلف عن السوق يا حبيب قلبي يا رب، كمان ساعدنا شوي. طب احكي لك هالسر وتضحكش علي؟ لا ما بضحك عليك، اكيد ما بضحك عليك، انا والله 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 عربياتي زي العمى. اه العربي عندي سيء
والله صراحة بدون ما تحكي احنا مبين معنا هيك والله صراحة بدون ما تحكي عرفاني يعني انا ما درست انا ما درست بالعربي صدقا انا لم ادرس باللغة العربية عشان هيك عند الموضوع كثير صعب يعني ما انا اجي اقول لك والله هيك 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 بالعربي والله ما بعرف ما بعرفش هيك شوي محمد غيدانة بس شوي محمد انت تعود على الانجليزي والله افضل لك واحلى لك واحسن لك تمام بخصوص المادة اخي عبد اللطيف كان بده يعمل لكم جروب لحالكم واتساب انا ضافوني على عدة مجموعات وبعثت المادة بس ما بعرف اذا وصلت لحدا ولا ما وصلت والله ما بعرف عشان هيك ان شاء الله بتعملوا جروب لحالكم ببعث لكم المادة دارك بشكل رهيب ويا حبذا المادة والله حتى هو يا ريت يا ريت يوصلنا على الاقل مثلا يوصلنا ملفات بي دي اف يعني بصير اسهل علينا بالدراسة ايه راح ابعث والله راح ابعث لا تكلم دكتور ممكن نحكي كمان دكتور رأيي تفضل هبة بس ناخد صالح لأنه له ساعة رافع إيده بعد صالح أنا باخذك على السريع تمام ماشي كده دكتور تفضل السلام عليكم يعطيك العافية دكتور تفضل يا حبيبي معلش هو إذا ماني حاب أقطع سلسلة أفكاركم يعني لأنه سؤالي شوي غريب ما بعرف جزء ما يكون له علاقة مباشرة بالديزيز بس هو ممكن يكون إشي جانبي يعني هلا السايكل ليش بتحدث يعني شو السبب حدوث السايكل اساسا سواء الاتاك وال يعني وانه ما يكون في هجمه يعني مرات بيكون المريض مستقر ما بقول مستقر هو عنده اعراض بس مرات بتكون الاعراض هي بروجريسيف بشكل يعني ما تخلينا نتعامل معه نهائيا ايش سبب حدوث السايكل يعني في شيء معين بالترانزوميتر او يعني بالنيورون مثلا بيحصل مثلا اذا بتنتبه اذا بتنتبه في شغله انا حكيتها بعد ما اعطيت السايكل حطيت العوامل اللي ممكن تحدث وتخلي الاعراض تزيد او السايكل هذه تصير بروجريس وتتخربط هلا فعليا العوامل الموجوده عندك 12 عامل مان نيوتريشن دي هايدريشن الفيرال الانفكشن الديستربشن في الجنرال هيلث هاي الامور ممكن هي تعمل هاي القصص اللي موجود تمام واصلا هو اصلا لما يجي شخص على المريض وكان مشكلته المالتيبل سكليروسيس يا جماعه الخير انه الاعراض فيه سريعه جدا يعني لما يقول لك من 16 ل 15 ساعه هاي الاعراض كويك بروجريسيف تمام بتظهر فانت تيجي زي مثلا بيجي بقول لك انا بسألك على سؤال يا صالح ليش هذا في افريقيا قليل جدا وعند اللي عايشين بعيدين عن خط الاستواء بشكل كبير ليش يعني تعال سألتك هذا السؤال جاوبني ليش في سبب لسه ما عرفنا سبب يعني ولا ما نعرف سبب تمام ففي عوامل ريسك فاكتورز موجودة اي ريسك فاكتورز هي اللي بتلعب او تشتغل في قضيه الكورس اوف ديزيز للمالتيبل سكليروسيس يعطيك العافيه دكتور شكرا لك هبه تفضلي بعدين باخذ بشار السلام عليكم دكتور انا بس كنت بدي احكي رايي بشان موضوع الامتحان بالعربي والانجليزي انا شاركت قبل هيك بثلاث محاضرات يعني ثلاث دورات للجامعه وكانوا كلهم بالعربي وانا درست بالانجليزي وكان كتير علي صعب اني افهم كل الحكي وقعدت ترجم العربي معني انا يعني سوريه ومع هيك لقيت كتير صعوبه اني افهم العربي يعني حتى العضله المنشاريه والطريق الجانب الوحشي هذا كله انا اضطريت اتعلمه كاني عم اتعلم عربي اول مره بحياتي ايش هذا خلينا اتعلم من ايش الجانب الوحشي والله يا دكتور لاترال اللي هو اللاترال للجسم ولا المنشاريه هي الترابيزيا يعني على قلبي اللاترال جانب وحشي باللغه العربيه ولا اول دكتور الترابيزيس هي العضله المنشاريه فكانت كثير علي انا افهم الترابيزيس انه هي هيك اسمها فانا تعلمت من اول وجديد عربي فما يعني كمان انتوا ليش ما فكرتوا انه هو بالنسبه لنا كمان جانب ما منصف انه يكون الامتحان بالعربي انا كمان كثير لقيت صعوبه وبالنهايه الحمد لله نجحت بثلاث دورات بس كمان مثل ما احنا بدنا ندرس العربي كمان فيهم يدرسوا الانجليزي ويتعلموا يعني هلا هذا نقطه خلاف شوفي انا هلا انت شوي انت عم تحكي هيك هلا كمان احنا كلنا خلقانين بالعربي عم ندرس بالعربي تمام يعني كمان انت لغتك هلا سؤال انت مالك انسان عربي ولا لا نحن بالاساس نحن عرب ونحن بالاخر عم عالج مريض انا بالعربي انا وقت عم افهم محاضرات بدي افهمهم بدي اروح اعالج مريض بالعربي ما راح اساله بالانجليزي
لاح المريض يعرف انا شو دارس بالانجليزي ولا ما دارس بالانجليزي. محمد ماشي 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 انا عفوا ركز معي بس ركز معي شوي ركز معي دكتور هو انتم لازم تكونوا كاتبين قايلين انه المحاضرات انجليزيه اكتبوا انه المحاضرات ماشي انجليزيه ماشي. بس رد على اسمعني انت ويا ما حدش يحكي من دون ما اعطي اذن بالمره. هلا هي حكت معلومه غلط انا تعبت وهذا يختف عليها البنت تعبانه عالم ما في داعي لا انا قاعد اقول لها شو اسمه ولا الى اخره تمام. هلا قضيه الامتحان عربي انجليزي انا زين ما راح اتدخل فيه تمام. ففاروق عادي يعني هلا شو بتقرر الاداره اللي موجوده في رشد بصير تمام. انا ما راح اكون سيف على رقابكم بالمره هذا الحكي اعملوه يعني. اذا اضطريت انا اعمل امتحان باللغه العربيه للنيورو راح اضطر اروح اجيب كتاب باللغه العربيه واطلع عليه من اللي اعطيتكم اياه واجيب امتحان تمام. وراح اتعب شوي تماما بس انا ما بنصحش فيه بصراحه راح يكون كثير صعب عليك. انتهينا من قضيه الامتحان ما حدا يسال على الامتحان بالمره. تفضلي يا ليدان. انا شيماء دكتور. هو اللي حتى الموضوع هذا يكون لحد واحنا نقدر نسوي جروب على الواتساب اللي يجيد اللغه الانجليزيه ساعد زملائه وايضا اكو برنامج ترجمه بالتليفون. رجاء المفروض الا تعملوا جروب كلكم اللي موجودين بهاي الدوره. نعم انا ما داخله باي انا ما داخله باي جروب لكنه انا باقي الدورات هيك احنا نسوي نظام العمل للدراسه مالتنا بنساعد بيناتنا وندرس كتيم واحد اللي يعرف معلومه يعلم صديقه همنا نتبادل المعلومات وتصير توصيل المعلومه اسهل وبسلاسه. ماشي أفضل. ماشي هلا عشان انا عشان دقيق عشان انا الاشياء اللي بعطيكم اياها يوصلوك اي هم نختصر الوقت ويكون الاستيعاب اسهل احسن ما نخش هاي رشد فيرتشوال يونيفرسيتي تو ايفري وان املي شات واتساب. حاولوا رابط الدوره اللي موجوده عندكم ضيفوا حالكم اي اشياء بدكم اياها ما عندناش مشكله. لسه ما جيناش على الامتحان ولا قضيه الامتحان ولا خلاف الامتحان. اللي بده يتعلم بتعلم واللي قادر يتعلم بيتعلم. شو الإدارة اللي موجودة في جامعة رشد تحكي بنمشي عليه وإن شاء الله خير. تفضل يا بشار بعديها بأخذ رأي السمحت رأي دانا. تفضل يا بشار عبد الكريم بس شوي. السلام عليكم دكتور. بشار أكثر من مرة بعت لي تفضل. السلام عليكم دكتور بعد إذنك إذا ممكن سؤال خارج المحاضرة. تفضل يا بشار. الله يكرمك دكتور. بشكل عام مرضى الحوادث الوعية الدماغية اللي بصير عندهم حبسة كلامية وأزمة عاطفية أو صدمة نفسية وعاطفية هذول غالباً بصير عندهم اكتئاب وحبسة كلامية صحيح. وبعض مرضى بتكون صدمة قوية جداً فما بضل عنده وعي يعني بحكي ما بسجيب ما عنده إدراك أو وعي للنبهات الكلامية أو الضوئية أو غيرها. انا بحاله هيك مرضى شو ممكن اشتغل معالج فيزيائي او ممكن هدول المرضى عن معالج فيزيائي يتحسنوا؟ هلا شوف هلا قضيه النفسي والانكزيتي والديبرشن في دور للمعالج الطبيعي بالموضوع بس مراكز التاهيل اللي موجوده عندنا سواء كان بالوطن العربي او غيره نعم. في اخصائي بيشتغل معاهم تمام بس لكن احنا بندعم نفسيا بهذه الاشياء اللي موجود. قضيه انه يصير في عنده مشكله او سلارت في السبيتش او مشكله في السبيت هذا البني ادم بدك تحاول انت تحكي معه تخليه يحكي بطريقه او باخرى بالمداعبه تمام. بس انك تعالجه من ناحيه سايكولوجي شغلات نفسيه صايره عنده صدقا هذا لازم يكون في واحد اخصائي يشتغل بهذا الموضوع. لا يعني ذلك انه البني ادم او الفيزيوثيرابيست بيساعد في هذا الموضوع بالعكس بيساعد في هذا الموضوع بالشرط بس دائما لما نعطي الخبز للخباز بيكون الشعور انظف. تفضل يا ريدانا. بس مع خير بس خليني كمل. تفضل يضل ايش عندك بس شوي معلش سامح بس خليني احدد سؤال اكثر. بعض مرضى الضمر الدماغي بيكون صاحيين وبيحكوا كذا بصير عندهم اختلاج فالحاله بصير على أسوأ كثير بغيب عنده وعي نهائيا. بهيك حالي ممكن أدوية معالج فيزيائي وهيك. شوف علي هذا كله مش أنا بقرر ولا أنت اللي بتقرر. هذول اللي بصير في عندهم مشكلة في الدماغ زي ما بتحكي أنت أو بصير في أترو في الدماغ اللي موجودة هذا بكون ماشي في بروسيجرز معينة في هوسبيتال تمام.
بعدين هم الدكاترة اللي موجودين، الأخصائي اللي موجود هو اللي بيحدد البيشنت شو بده. بعدين أنت بتروح، مش بيعملوا في المستشفيات راوند على كل الأقسام اللي موجودة، سواء الاي سي يو أو سي سي يو أو خلينا نحكي السيرجري أو بوست سيرجري إلى آخره، بيعملوا راوند، بيعملوا راوند بناء على أوردر موجود من الطبيب. يعني أنت فعليا مع مريض زي هيك بدك تشتغل معاه بالمستشفى أوريدي، ما راح يكون قاعد ببيته إلا بعد ما يعملوا له شيء بسموه الديسشارج، بتشتغل أنت تروح له هوم فيزيت. تمام، هذا الشغل بيكون بناء على ميديكال تيم، يعني فريق طبي بيشتغل بمستوى عالي من التأهيل عشان احنا نقدر نشتغل معه. شكرا بشار. ريدان تفضلي. مشكور جدا. ريدان تفضلي. يعطيك العافية دكتور. لو سمحت هلا عندي سؤالين. اول شيء بخصوص الأدوية، نحن يعني لو تعطينا لمحة سريعة عن الأدوية اللي ممكن يعني يتعطاها المريض، مو بهدف انه نشخص، بهدف انه يعني نكون نعرف التأثيرات الجانبية، ما هل ممكن شيء يتعارض أو ممكن يأثر على خطة العلاج يعني؟ طيب ماشي، بس تعرفي شو تحكي؟ أنا أعطيتك بعض الأدوية اللي بيستخدموها في مريض الباركنسون اللي ودوبا، وأعطيتك هذا الأنتي إنفلاماتوري تاعت المالتيبل سكليروسيس. بس أنت عارفي أنا لما أخذت فارماكولوجي في الدكتوراه، ما بين ما تعلمت فارماكولوجي وسايت إفكت وهذا قعدت يمكن 6 شهور وأنا أقرأ في كتب، مش بالساهل يعني. انت فعليا انا بقدر بس اعطيك زي ما اعطيتك اياه بالسلايد شو الادويه اللي بيستخدمها مريض المالتيبل سكليروسيس، اعطيك اياها. تمام، شو الادويه اللي بيستخدمها مريض الباركنسونز ديزيز، اعطيك اياها. اما اقعد اشرح لك بالتفصيل بالضبط بدك، ما لا اكيد ما شرح يعني، اكيد ما شرح، بس انه لمحه انه يعني مشان يعني بنعرف انه ممكن نواجه انه دواء يكون بيأثر على خطه العلاج او هيك، يعني هاي الفكره بس. تمام، ممكن الأدوية تأثر تكون معاكسة لعملنا ولا لا؟ هلا ماشي، هلا الأدوية اللي بيعطوها هذا عشان يخففوا من الأعراض اللي موجود، يعني مريض المالتيبل سكليروسيس الأدوية اللي بيعطوها للمريض عشان أنت تكوني عارفة عشان تخفف الأعراض أو تحاول توقف الكورس أوف ديزيز. اللي فاتح سماعته يسكرها رجاء، اللي بيحكي معي خلي سماعته، بس اللي فاتحها هيك لا. يعني لما تيجي تقول والله للفتيك ايش بيعطوا، بعطوا الامانتادين او للبين في مريض الباركنسون، في مريض الاسف المالتيبل سكليروسيس شو بيعطوا، ديجراتول، او في السباستيسيتي مثلا بعطوا الباكلوفين. اوكي، يعني هاي الشغلات هم اللي بيعطوها اياها. او في مرض حكيت لك اياه بيعمل تخفيف للديوريشن تاعت الاكيوت اكسيربريشن او اللي هي الازدياد تاعتها، بسموه الادرينو كورتيكوتروفيك هرمون، هذا بيعطوه كمان لمريض المالتيبل سكليروسيس. وفي البيتا انترفرين اي بي بيتراسيون بتخفف من السيفيريتي تاعت الاعراض مع الانديفيدوال اللي عنده شيء بسموه ريلابسينج اند ليميتينج مالتيبل سكليروسيس. هاي الشغلات اللي انا بقدر يا ريدانا احكي لك اياها كاعراض، اما بالضبط بدك اعطيك شو العارض اللي موجود وكذا، بتوقع حط اسم الدواء اللي انا بعطيك اياه وشوف السايد افكتس اللي موجوده. بس الادويه اللي بيعطوها لمريض المالتيبل سكليروسيس هي بتحاول تخفف من الاعراض اللي موجوده عنده، ما بيزيد الاعراض الا لا سمح الله كان الدكتور اللي بيتعامل مع مريض الباركنسون ديزيز او اسف مريض المالتيبل حتى الباركنسون بيعطيه اعطاه دواء بيعمل سايد افكت له او دواء ما ناسبه ويضره وياثر عليه. بس أنا هذا مش نقاشنا انه الادويه اللي بتنعطى لهذا المريض انه مناسب بتوقف من عملي او كذا، لا، انت المريض اللي بيجيك ما انت بدك تعمل له رهاب بشكل كبير، وبكون ماشي على ميديكال تيم. ما بعرف شو الوضع اللي عندك عشان سؤالك، بس هذا بصراحه هذا الشغل. تفضل ريدانا، خلصتي اسئله ولا بدك تسالي كمان؟ هلا عندي سؤال كمان، ما بعرف اذا في امكانيه انه يعني حضرتك ترجع تعيد، انه باعتبار انه المرض بيجي على شكل يعني على هيئة نوبات مختلفة الشكل من مريض للتاني، فممكن بشكل سريع تعدلنا؟ مش نوبات، كورس بسموه هلا نوبات، بعرفش اذا بتخوانها نوبات بدريش، بس اسمها بالعربي درسناها انه بتكون نوبات مختلفة، يعني مختلفة من مريض للتاني، احيانا بتكون يعني شديدة وبتسرع فجأة، ويعني هدول هدول اللي الكورس الأشكال يعني، ففي مجال الكورس ديزيز، يعني كورس ديزيز بتكوانها نوبات، يعني كورس تاع الديزيز أيوة. نوبات
ايوه يعني شكل الهيئه المرضيه اللي بتكون فيها هي منوعه. تمام يا ريدانا، احنا اول ما حكينا عن الكورس اوف ديزيز حكينا لك انه هذا المالتيبل سكلوز بمر بكلينيكال كورس، تمام؟ الديزيز اول واحده بسموها البي 9 وبتشكل 20% تكون الضربه موجوده صدن انسب مع جزء او اكثر من الاعراض، بتتبع الكومبليت او بسموه بيقولوا عنه البارشال ريميشن او ريكفري، تمام؟ في المرحله الاولى هذه اللي بفوت فيها بربر فيها المالتيبل سكلوزيس ما بيكون في عنده اي اعاقه متبقيه، بقولوش ضال عنده شغلات يعني ما صار عنده ريزيديوال ديسابيليتي، تمام؟ المرحله الثانيه اللي انا حكيت عنها وسميتها بالاكس اسبريتنج ريميتنج، قلنا عنها متوقع شو حكينا، قلنا من 10 ل 20 لا حكينا من 20 ل 30، من 20 ل 30% اللي هي هذا الاعراض بتكون صدن انست موجوده بتصير بعد ايش حكينا، قلنا يا بصير بتصير هاي الاعراض بعد ما يصير ريكفري كامله او نص كامله، فالبيشنت بضل حكيت عنه بضل ستيبل لزمن معين لبين ما يدخل بالسايكل الثاني اللي حكينا عنها او اللي بتحكوا عنها النوبه الثانيه. المرحله الثالثه اللي بنسميها احنا بدايه اللي هي ريميتنج بروجريسيف، الوضع هنا بسوء شوي انه الاعراض بتكون موجوده بصير صدن اتاك، يعني بنقولوا عنها صدن اتاك، وبحدث عندنا انه بتبع الانكمبليت ريكفري، هدول الاتاك اللي بصير عندنا. الشيء السيء في المرحله الثالثه اللي احنا بنقول عنها ريميتنج بروجريسيف انه صراحه بصير في عندنا شيء بسموه البروجريسيف فيزيكال ديسابيليتي ديفلوبينج، يعني الفيزيكال ديسابيليتي بتكون واضحه ومبينه للعيان. اخر واحده وهي السيئه اللي تقريبا بتشكل من 10 ل 20% بسموها البروجريسيف، هذا سلو اونست مش صادن اونست ولا صادن اتاك، سلو اونست مع انه بصير في عندنا الوظيفه تاعت البني ادم اللي موجوده الوظائف اللي بيعملها بفقدها بشكل بروجريسيف، تمام؟ بدون اي ريميشن برجعش لورا، يعني ما بصير عنده ريميشن، ما بيستقرش، ما بصيرش ستيبل، فبالتالي هاي بصراحه قاضي بتكون سيفير ديسابيليتي وممكن المريض يعود للموت اللي موجود او اللي نحكي عنه ليد تو ديث. هي ريدانا باختصار يعني حكيت لك اياها. تمام، خلينا ناخذ تسنيم او احلام، اسف بعدين باخذ تسنيم، احلام كانت قبل. احلام معانا؟ نعم معك دكتور، تفضلي. سؤال الاول هو انا يمكن فوتت الفكره، هل ام اس ممكن ينتقل بالوراثه؟ جينيتيك فاكتور ولا عمريش قرات عنه؟ لا ماس جينيتيك فاكتور والكوسيز انا ما حكيتش عنه فاميليار جين او ما حكيتش عنه جينرال فاكتورز من ناحيه جينيتيك وما جينيتيك، لا بس الباركنسون ديزيز ممكن. سؤال الثاني، السؤال الثاني الميلانين ممكن انه يرمم نفسه وتكرار الترميم هو اللي بيعمل الندبات اللي بنشوفها نحن بالام ار اي؟ هو ريميشن بسموه، مش ترميم بسموه ريميشن، انه بيرجع بيعطي بعدين المريض بينزل وضعه بصير سيء، ممكن يعني هيك بتحسن بيخرب له شوي بعدين بتحسن شوي، بس ما بيصير بشكل كامل ريجنريشن للميلين شيء، تمام؟ يعني النيورال ترانزيشن يعني اللي موجود او النيورال تيشو نتيجه العلاج اللي موجود بصير ان يعطي اكشن المريض منيح بعدين هو بفوت بالتطورات اللي موجوده. على فكره مريض المالتيبل سكليروس كثير مسكين، يعني اللي على زي ما حكت ريدان النوبات اللي بفوت فيها للأمانة سيئة، يعني أول ما يبلش وبعدين 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 إلى آخره، تمام؟ سؤالك الثاني أحلى مسألي. طب نحن نسمع كثير يعني على السوشيال ميديا أنه فيتامين د للمرض هذا، فشو هي فوائد فيتامين د أو فيتامين دي؟ لا فيتامين د يعني موجود، فيتامين د انت بشكل عام شو الفائده للفيتامين د اللي بتاخذيه؟ للعظام، تمام، الى بنيه الجسم الموجود فيتامين د ذاتا. بالعالم العربي عشان احكي لك عندنا احنا فيتامين د هذا ديفيشنسي دائما ناقص موجود، ليش؟ لانه احنا مجتمع محافظ، بنطلعش على البحر بالشمس، بنقعدش كذا كذا كذا، فبناخذش الفيتامين د من الشمس بشكل مناسب. الوطن العربي كله عنده فيتامين د ديفيشنسي. هلا قضيه انه بيساعد بالمالتيبل سكليروسيس بيساعدش،
بحاول يضبط امور العظم عند هذا البني ادم الى اخره، انت بحاجه لاخصائي له علاقه بالميديكال، مش انا اجاوبك، بدك اخصائي دكتور رهيب جدا يحكي لك عن فائده الفيتامينات اللي موجوده، وهل الفيتامينات في حاله انه صار في عندنا النيورال تيشو انتربشن او دامج في هالليجن او ديمايلينيتد ليجن، هل الفيتامينات اللي احنا ممكن ناخذها بيساعد؟ هلا انا بالنسبه لي كفيزيوثيرابيست مش مقتنع، بس اسالي ممكن، ما عنديش اجابه لي، اسالي ممكن الدكتور يقول لك اه. احلام سؤالين كثير خلاص. العفو. تسنيم تفضلي، بعدين ناخذ لؤي. تسنيم بعدين لؤي. يسعد مساءك دكتور، يعطيك الف العافيه على المحاضرات الرائعه اللي عم تقدمنا اياها وكل شيء. يسعدك، شكرا، مشكوره على العفو. بدي اسال انا بالنسبه للامتحان رح يكون عباره عن اسئله نظريه ولا مسائل سريريه ولا مزيج من الاثنين؟ والله لساتني ما بعرف. انتوا ليش بتفكروا بالامتحان؟ شو مالكم يا ليش بتفكروا بالامتحان هلا؟ لا لانه تقريبا عم ندرس معك اول باول. اي تمام ماشي. انا هيك بختلف نمط الدراسه. لما نخلص الكورس، لما نخلص الكورس انا مني بضيفكم، بقعد معكم نص ساعه وبحكي لكم على الامتحان قبل انعقاده بايام، كيف راح يصير الامتحان. تسنيم وصلت المعلومة ولا ما سمعتيني؟ إيه لا تمام تمام. هو رحت التطبيق شو بتأثر ماشي هلا، بس نخلص الكورس إذا الله خلانا وخلاكم، بس يخلص الكورس وننهي، أنا من عندي نص ساعة ببعث لأستاذنا عبد اللطيف سروان بقول له بدي اقعد مع الشباب في تاريخ كذا كذا احكي لهم عن الامتحان تمام، وبعديها بيعمل الامتحان وبعينوا لكم اياه، بيعطوكم فتره للدراسه وبيعملوا لكم اياه. كيف راح يجي وكيف مش هذا عادي، ما عنديش مشكله، اعمل لك فيجن او فيو. اسف. تمام يا تسنيم. تمام. اي سؤال ثاني؟ يعطيك العافيه. يعافيك الله. خلينا يعطيك العافيه. ماشي ولا يهمك. لؤي تفضل. لؤي يعطيك العافية دكتور. يعافي قلبك يا حبيبي، تفضل. هي مداخلة صغيرة في لؤي. أنا لؤي، في عندك interruption في الساوند، يعني الفويس عندك مش واصلني بالمرة، يعني أنت بتحكي أنا وبعديها بنضيع. صوت مواصل. الصوت مو واصل، اكتب سؤالك على الشات وبجاوبك عليه دايركت. اي دكتور عفوا، الصوت واصل؟ لا والله بقطع فمش قادر اسمعك. اكتب سؤالك على الشات وبجاوبك. الصوت واضح ولا مو واضح؟ اي هلا واضح، هلا واضح، تفضل. ما بعرف. عفوا دكتوري، مداخله صغيره. في عندي الموضوعي التصلب لويحي كان يعطون ده. نعم لوي أنا آسف والله، حاب أفيدك بس مش سامعك. أنا مش سامعك. ديما تفضلي. راح لوي. ديما تفضلي، شو سألتي؟ مش عارف تسألي راح يعطونا مدة نلحق فيها دراسة الامتحان؟ آه بيعطوك، يعني ليش ما يعطوك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي يا ديما. أستاذ بس كان إنه أنا عندي فكرة بخصوص الإنجليزي، نحن ما عندنا مشكلة ندرس الإنجليزي، بس نحن صعب علينا مثلا إذا جبت لنا سؤال بدنا نكتب مثلا جملة كاملة بالإنجليزي، هون الصعوبة. يعني ممكن يكون علينا يعني كأول مرة ندرس الخطوط العريضة، الشغلات العريضة بالإنجليزي، إيه مو مشكلة، بس إنه الكل بالإنجليزي رح يكون صعب علينا. لهيك عم بقول لك إنه تبعت لنا الملف PDF نحن منترجمه للعربي، بنحفظ المعلومات والخطوط العريضة بالإنجليزي. إيه تمام. هلا في جروب على الواتساب، في جروب على الواتساب كلكم ضموا عليه، وأنا الليلة ببعث لكم مادة الباركنسون وببعث لكم مادة المالتيبل سكليروسيس. تمام. إيه تمام. أدرسوا أول بأول وبمشي حالي. إيه أستاذ، فكرت إنه وقت رح تكتب الأسئلة إنه السؤال يكتبه بالإنجليزي وبالعربي، كل واحد حسب لغته ودراسته بجاوب. أشوفي هذا مش، والله شوفي أنا
أنا لو بدهم يجوا يشاوروني جامعة رشد شو تعمل الامتحان بعمله إنجليزي لأن أنا مش مآمن في عربي صراحة يعني. إيه مني مو مش ما تزعلي مني ولا بكلامي بس هذا خلي أنا حكيت هلا مع تسنيم وقلت لها ما حكت معي قلت لها ما تاخذي ببالك قضية الامتحان وكيف الامتحان وليش الامتحان خلي الموضوع هذا متأخر اهتموا شوي بالمادة اللي وصلتكم يعني المادة اللي موجودة عندك بدها دراسة وفهم هاي ما بتنحفظ العلم ما في حفظ فعشان هيك بدك آسف عشان هيك خلينا نحكي لاحقا بموضوع الامتحان باللغة وبالهاتف. تمام تمام سامحوني أنا صراحة يعني أنا والله ما درست بالعربي يعني ما درست فما بعرف هذا استاذ مو مشكلة خذ راحتك بس يعني بالتدريج حتى نبدأ الإنجليزي ونصير بقى نتابع إنجليزي على التمام يعني ما بنعرف إنجليزي أبدا بدنا بالتدريج يعني أول نطع الجمل ولا ما بتزبط ديما اسمك صح كم من وين؟ إيه ديما أنا من سوريا طيب ديما شوفي إذا ضليتوا تحكوا إحنا ما بنعرفش إنجليزي وإحنا ما شفناش إنجليزي وإحنا ما ندريش عن الإنجليزي إذا ضلينا نطلع البني آدم في إشي بديش أقعد أفتيلك في إشي بعلم النفس بقول لك إذا تمارض الإنسان مرض تعرفين هاي المعلومة؟ إيه إذا تمارض هذا علمياً هذه موجودة بالكلينيكال وإذا افتقر فقر نعم إذا افتقر فقر إذا مرض الإنسان بمرض إلى آخره إذا الإنسان ضل يقنع في نفسه إنه هو مش قادر وما عنده الأبيليتي بضل مش قادر فهمت كيف؟ عشان هيك لازم نعمل شوية ترايال محاولة نعمل تراين تمام نحاول عشان نسيب هلا انا ما عندي مشكله اكدي مساعد هلا انا حكيت لك امي مش امريكا تمام الناشوناليتي تاعتها مش امريكا بس احنا تعلمنا يعني تعبنا تعلمنا سهرنا هلا اقول لك انا مش هلا دكتور وما شاء الله بجنن هلا انا عارف شو باخذ يعني عشان اقوي نفسي باخذ في كورس كونزرفيشن اللي هو المحادثه باللغه الانجليزيه ليش؟ لأنه إحنا بالوطن العربي بنحكيش مع حالنا إنجليزي بس الواحد لازم يضل محافظ على حاله ويروح يطور نفسه وإلى آخره فالإشي لازم نتعلم لأنه ضليت أنا أحكي إنه والله أنا مش قادر بالإنجليزي بعدين ليش محسسين إنه الإنجليزي عامل لكم فوبيا رعب إشي مش طبيعي هالحكي مش طبيعي يعني لازم أنت بصراحة تحاول تشتغل على حالك قضية الامتحان أجلوها وراح نحكي فيها لاحقا المحاضرة انتهت حتى بزيادة 5 دقائق بس أنا ما عنديش مشكلة إذا في حدا عنده أسئلة أو إشي اللي عم بكتب على الشات والله مرات ما بقرأ كل شيء أنا يعني أنا بحاول أقرأ قدر الإمكان بس فعليا أنا ما بقرأ كل شيء تمام في حدا عنده أي إشي في حدا عنده أي إشي أو أي سؤال ديما ضل إشي عندك دكتور بس تمام قاسم تفضل يا حبيبي بس أنا بس هيك حاب مداخلة بسيطة نحن كسوريين كشباب يعني معالجين فيزيائيين أنا حاب أقول لك إنه نحن في عنا مجموعة كاملة من الشباب بترجموا كتب وبيشتغلين على حالهم وشيعة كيف كيفك يعني عرفت شلون تمام إيه ففي يعني في كتير 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 شباب يعني ما عندهم مشكلة بالإنجليزي وبيشتغلين على حالهم وكذا وكل شيء بس بجوز أنا الشباب الخريجين جدد أو كذا أو هيك عندهم شوي معاناة يعني بس نسبة كبيرة من الشباب اللي تخرجها صار لها زمان وكذا تعبت حالها وحضرت كورسات إنجليزي وتعبت حالها بالإنجليزي وما عندهم مشكلة بالإنجليزي ماشي شوف علي طلع هلا ما انا برضو تعود اعيدها واحكيها يا قاسم احنا امهاتنا اللي امه سوريه واللي امه فلسطينيه واللي يعني امهاتنا مش بقول لك مش من امريكا فخلينا شوي يعني انا تعبت حالي وهذا يتعب على حاله وهذا يتعب على حاله والله العظيم نتعلم تمام فعشان هيك توكلوا على الله بس ادرسوا يعني حاولوا ادرسوا الضغط عندك وكذا عشان تستفيد ادرس أنا بتوقعش المعلومات اللي موجودة عندك أنت ماخذها بهذا الزخم ما بتوقع المعلومات اللي موجودة كثير زخمة لسه ما خلصناش الفيزيكال ثيرابي للمالتيبل سكليروسيس رح ناخذها إن شاء الله غدا ف
فاشتغلوا على حالكم ويسعد اوقاتكم مساكم. انا لازم انهي المحاضره انا لانه خلص وقتي. يعطيكم العافيه.